السلام عليكم. هبدأ ان شاء الله النهارده بريزنتين، وهنعمل ريفيجن سريع على شابتر 2. شابتر 2 كان عنوانه الماجنتيك فلوكس او الماجنتيك فيلد. ريفيجن سريع على اللي خدناه الحصه اللي فاتت، سريع مش هنعطل الدنيا ولا حاجه. قلنا ان في عالم اسمه اورستيك قال ان لو انا جبت ستريت واير ومشيت في كارنت هينشأ حوله ماجنتيك فلوكس غير مرئي، بستشعر وجوده بان انا بجيب كامباس نيجاتيف، ابره بوصله، واقربها منه. البوصله الطبيعي بتاعها ان النورث بول بيبقى باصص دايركت ناحيه النورث. اول ما اقرب البوصله من الواير اللي بيحمل كارنت بلاقي ان الابره بتاعتها ايميديال ديفليكت. ديفليكت يعني ديفييت، بتنحرف عن الدايركشن اللي كانت بتصاله، مما يدل على ان في شيء ما اتولد حوالين الواير. الشيء اللي اتحول الولد حوالين الواير ده اسمه الماجنتيك فلوكس او الماجنتيك فيلد. بيبقى له فورس، فورس هي اللي بتدق الابره وتحرفها عن الاتجاه اللي كانت هي اصلا عليه. بعد كده قلنا ان وصف الماجنتيك فلوكس، شكل الماجنتيك فلوكس اللي بيمشي عن مرور كرنت في ستريت واير، شكل الماجنتيك فلوكس دي عباره عن كونسنتريك سيركل. كونسنتريك سيركل يعني سيركل هافينج كومن سنتر. الكومن سنتر ده اللي هو الواير نفسه. السيركل دي تبقى كلاودد قرب الواير، مما يدل على ان الماجنتيك فلوكس قرب الواير بيبقى سترونج وفارذر ابارت، يعني بتبعد عن بعضها اواي فروم الواير، مما يدل على ان الماجنتيك فلوكس اواي الواير، بعيد عن الواير بيبقى ويك. لما بزود الكرنت اللي ماشي في الواير السيركل دي بتبقى مور كلاودد، مما يدل على ان زياده الكرنت بتزود الماجنتيك فلوكس، زياده الكرنت بتزود الماجنتيك فلوكس. بعد كده خدنا الدايركشن بتاع الماجنتيك فلوكس. قلنا الدايركشن بعينه ازاي؟ ان بجيب الواير اللي ماشي فيه الكرنت وليكن الكرنت لفوق، وبعرف اتجاه الكرنت من بول البتري، من البولز بتوع الباتري، بشوف الواير متوصل بالباتري ازاي، بالبوزيتيف والنيجاتيف، والكرنت بيخرج الكونفشنال كرنت بيخرج من البوزيتيف. لو فرضنا ان الكرنت طالع لفوق بجيب ايدي اليمين ولازم الرايت هاند، ايدي اليمين بجيب الرايت هاند وبخلي الصم صباع الصم ماشي في اتجاه الكرنت. الروتيشن بتاع بقيه صوابعي هي دي الدايركشن بتاع الماجنتيك فلوكس، يعني على الواري ده الكرنت لفوق، الصباع بس لفوق، فلاقي ان صوابعي بتلف كده عكس الساعه، صوابعي كده بدات من هنا بتلف كده اهي وهترجع تاني هنا عكس الساعه، بتلف كده عكس الساعه، يبقى دايركت فلوكس هنا عكس الساعه. لما ببص هنا كده لو كان الواير نايم على جنبه كده صباع الصم في اتجاه الكرنت هلف صوابعي حول الواير، اتجاه صوابعي هو ده اتجاه الماجنتيك فلوكس. الماجنتيك فلوكس اهو ماشي اهو وراجع من الناحيه دي، راجع من الناحيه دي، الماجنتيك فلوكس ماشي كده وبعدين على الصابع من بره راجع بالشكل ده، يبقى ده اتجاه الماجنتيك فلوكس. لو كان الكرنت نازل لتحت، قلنا لو كان الكرنت نازل لتحت بخلي الصمب مع الكرنت لتحت، الروتيشن بتاع بقيه الصابع يبقى هو ده الدايركشن بتاع الماجنتيك فلوكس، يبقى الفلوكس ماشي كده اهو، ماشي كده وبعد كده من ورا الواير وجاي كده اهو، الفلوكس ماشي كده وبعدين هيبقى من ورا الواير ويرجع كده. هلاقي نفسي كده بقيت مع الساعه، هلاقي نفسي كده بقيت مع الساعه، بقيت مع الساعه. خلي بالك الحته دي هي اللي باينه والحته دي المخفيه، يعني الجزء ده القداماني من الواير والجزء ده الخلفي، ده القداماني من السيركل وده الخلفي من السيركل الواير في الوسط. فانا كده بلف مع الساعه، انا كده بلف مع الساعه. وقلنا ان في سؤال مقالي مهم جدا دي كتير، الابلكيشن بتاع امبير رايت هاند رول. الابلكيشن بتاع امبير رايت هاند رول يعني بستخدمها في ايه؟ بستخدمها تو ديترماين الدايركشن بتاع الماجنتيك فلوكس، بعرف منها الدايركشن بتاع الماجنتيك فلوكس يو تو كارنت باث ستريت واير، يو تو كارنت باث ستريت واير. يبقى امبير رايت هاند رول بعرف منها دايركشن الماجنتيك فلوكس وليس اتجاه الكارنت، وليس اتجاه الكارنت، اتجاه الكارنت في الواير بعرفه من بول البتري، من البوزيتيف والنيجاتيف بتاع بول البتري. اما امبير بنعين منها دايركشن الماجنتيك فلوكس، دايركشن الكرنت بعرفه
من بول الباتري دايركشن الماجنتيك فلكس بعرفه من امبير رايت هاند رول. امبير رايت هاند رول بنعرف منها دايركشن الماجنتيك فلكس، دايركشن الماجنتيك فلكس. خدنا بعد كده دي حاجه اسمها الفلكس لاين والفلكس لاين جنسي. الفلكس لاين والفلكس لاين جنسي، الفلكس لاين كل الفلكس لاين اللي في المنطقه، كل الماجنتيك فلكس لاين اللي في المنطقه. هنا هو ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. الماجنتيك فلكس لاين رمزها فاي ام، يبقى الفاي ام ايكوال 5 واليونت بتاعتها الويبر، واليونت بتاعتها الويبر. امال ايه هي الفلكس دينسي؟ الفلكس لاين دينسي ده عدد الفلكس لاين اللي بتمر في الاريا مقدارها 1 متر سكوير. 1 متر سكوير، تعالى نعد كده، اللي بيمر بالورقه دي اللي اريتها 1 متر سكوير، ادي 1 ادي 2 ادي 3. الفلكس لاين دينسي رمزها بي، رمزها بي، يبقى اقول هنا البي ايكوال 3. البي ايكوال 3 ويونتها تسلا، 3 ويونت بتاعتها تسلا. وخدنا ان البي ايكوال 5 على الاريا. الفلكس دينسي هي عباره عن النمبر اوف الفلكس لاين اللي بتعدي على اليونت اريا. اليونت اريا يعني اريا مقدارها 1 متر سكوير. الفلكس لاين دينسي بقيتها بالتسلا، الفلكس لاين بقيتها بالويبر. الفرق ما بين البي والفاي دي الفلكس لاين دينسي، ودي اسمها الفلكس لاين وبس. دي الفلكس لاين جينيسي ودي الفلكس لاين وبس، دي كل الفلكس لاين. اما دي الفلكس لاين اللي بتمر بيربنديكلر على اريا مقدارها 1 متر سكوير. البي بقيسها بالتلتا، الفلكس لاين بقيسها بالويبر، والاريا بالمتر سكوير. يبقى التلتا تعادل الويبر على متر سكوير. التلتا تكافئ الايكوفالنت يونت بتاعتها ويبر على متر سكوير. بعد كده خدنا ان لو الفلكس كان نازل بيربنديكلر على الويبر على الورقه اللي ريتها ايه، يبقى دي بتساوي فاي على ايه؟ دي بتساوي فاي على ايه؟ لو بيربنديكلر، لو مايل، لو الفلكس والورقه كان في ميل بينهم انجل سيتا، انجل سيتا، يبقى دي بتساوي فاي على ايه؟ ساين سيتا. البي بتساوي فاي على ايه؟ ساين سيتا، حيث سيتا الانجل ما بين الفلكس والاريا، ما بين الفلكس والورقه، يعني الورقه يعني الاريا. البي هتساوي فاي على ايه؟ ساين سيتا. طب انا احفظ ده ولا احفظ ده؟ انصحك انت احفظ اللي تحت وبعدين شوف الشيتا بكام معوض. لو الفلكس والاريا كانوا بيربنديكلر يبقى شيتا ب 90 والساين 90 ب 1، يبقى رجعنا اللي فوق تاني. البي بتساوي فاي على ايه؟ يبقى انا احفظ قانون واحد، البي بتساوي فاي على ايه؟ ساين شيتا. واشوف لو الفلكس والاريا، الفلكس والاريا كانوا بيربنديكلر يبقى شيتا ب 90 والساين 90 ب 1، يبقى ارجع اللي فوق تاني، البي بتساوي فاي على ايه؟ بعد كده خدنا القانون، القانون اللي بحسب منه قوه وشده الماجنتيك فلكس عند نقطه على ديستانس دي، ديستانس دي من واير اللي هو بيربنديكلر على الاريا، على الـ على الـ على الديستانس، يعني نقطه كده الخط اللي بيربنديكلر على الواير، المسافه دي اسمها دي. قلنا ان قوه الماجنتيك فلكس دي ايكوال ميو اي على 2 باي دي، والميو ده كونستانت اسمه البرمابيلتي، قيمته في الهواء لما يكون الواير محطوط في الهواء 4 باي تايم 10 ونيجي 7 وبعدين اي على 2 باي دي. هشرب 2 باي مع 4 باي يبقى اتبقى لي 2 تايم 10 ونيجي 7 اي على دي. يبقى القانون بيحكم لي قوه الماجنتيك فلكس وشدته عندي نقطه على البعد بيربنديكولار دي من الواير، البي ايكوال 2 تايم 10 ونيجي 7 اي على دي. الاي ده الكرنت انتنسي ودي ده الديستنس، دي دوت الديستنس. انهي ديستنس؟ البيربنديكولار ديستنس. البربنديكولار ديستنس، البربنديكولار ديستنس. بنكمل ونكمل الاليفيشن السريع بتاعنا عشان نقدر نشتغل، عشان نقدر نشتغل. بنقول والله لو كان الواير والديستنس بربنديكولار يبقى البي ايكوال 2 تايم 10 ونص 7 اي على دي. ده لما يكون الواير مهمل الريديوس، مهمل الريديوس. طب لو كان الواير له ريديوس مش مهمل، الواير اداني الريديوس بتاعه، يبقى في الحاله ديت، يبقى في الحاله ديت المسافة بتبقى من النقطة لغاية سنتر الواير، سنتر الواير، يعني المسافة هنا هتبقى دي بلس ار، دي بلس ار، ولازم كله يبقى بالمتر، لازم كله يبقى بالمتر. طب لو كان الواير والديستانس مش بيربنديكولار، في بينهم انجل سيتا، يبقى في الحالة دي تحت يبقى دي ساين سيتا، يبقى دي ايكوال 2 تايم 7 7 اي على دي ساين سيتا. ولا لو كان الواير والديستانس بيربنديكولار يبقى سيتا ب 90 والساين 90 ب 1،
يبقى 2 في تايم 10 مول كيوب الاي على دي، رجعنا للقانون الاصلي، رجعنا للقانون الاصلي. بنكمل البرمريرسي اللي هي ميو ليها 2 يونت، ابقى حافظهم زي اسمي، ويبر على امبير في متر او تيستا متر على امبير. وقلنا في الحصه اللي فاتت حصه رقم 9 قلنا ان اليونت دي ازاي جت، قلنا ازاي جت. بعد كده بنكمل وبنقول لو خدنا واير وماشي في الكرنت لفوق، فالروتيشن بتاع الفلاش زي ما اتفقنا هيبقى بالشكل ده عكس الساعه، هيبقى بالشكل ده عكس الساعه. قلنا ان انا ممكن اعبر عن الكلام ده باسلوب اخر من الرسم، باسلوب ثاني من الرسم، ان هو الكرنت طالع لفوق، الفلاكس هو عكس الساعه. في الحاله ديت هنا الفلاكس داخل بيربنديكولا انتو ذا بيت، وهنا الفلاكس خارج من الورق. هنا الفلاكس داخل على الورق بيربنديكولا، داخل على شاشه اللابتوب بيربنديكولا، وهنا خارج من شاشه اللابتوب بيربنديكولا، داخل على شاشه الموبايل بيربنديكولا، خارج من شاشه الموبايل بيربنديكولا. على طول اللي داخل بنعتبره اكس، اللي خارج بنعتبره نقطه. ده سيبريشن للرسم، اي حاجه داخله بتبقى اكس واي حاجه خارجه بتبقى نقطه. يبقى بدل ما ارسم السيركل كده مش هرسم السيركل بقى بعد كده، والكرنت لما يكون طالع لفوق يبقى على اليمين في اكسات، اما يبقى على اليمين في اكسات يبقى على الشمال في نقطه. هنا الفلوكس بيربنديكولار انتو ذا بيت، هنا الفلوكس بيربنديكولار اوت البيت. طب لو كانت ده مهم جدا الكلام، انا مش عايزك تشتغل بايدك، مش عايز تشتغل بايدينا لاحسن نغلط. انا هبقى حافظ لما الكرنت يبقى طالع لفوق يبقى على اليمين اكسات وخلاص، اما يبقى على اليمين اكسات يبقى على الشمال نقطه جوه السلك. طب لو كان الكرنت نازل لتحت، لو كان الكرنت نازل لتحت بايدينا هيبقى الفلوكس كده مع الساعه، يبقى الفلوكس مع الساعه. الكرنت نازل لتحت يبقى في الحاله ديت هنا داخل الفلوكس، هنا داخل بيربنديكولار، هنا الفلوكس خارج بيربنديكولار. الداخل بيربنديكولار يبقى اكسات، الخارج بيربنديكولار يبقى نقطه، يبقى نقطه. يبقى خلاص لو الكرنت كان نازل لتحت يبقى على الشمال اكسات، يبقى على الشمال اكسات، ولما يبقى على الشمال اكسات يبقى على اليمين نقطه، يبقى على اليمين نقطه. هنستبعد موضوع الايدين عشان ما تغلطش، الكرنت نازل لتحت يبقى على الشمال اكسات، يبقى على الشمال اكسات وعلى اليمين نقطه. الفلوكس على الواير نفسه، على الكبر واير نفسه، على الكبر واير نفسه يبقى صفر. الماجنتيك فلوكس يبدا يظهر بعد هسه صغيره كده من الواير، بعد مسافه صغيره من الواير، اما على الواير نفسه على النحاس، على النحاس على الكبر نفسه يبقى بصفر. خلاص قربنا نخلص التلفزيون ونخش موضوعنا النهارده. قلنا لو جبنا اثنين واير كده داري اللي بعضهم، اثنين واير داري اللي بعضهم، يبقى هنا الفلوكس، الفلوكس هنا عكس الساعه وهنا مع الساعه، يبقى هنا التو فلوكس عكس بعض. ما دام التو فلوكس عكس بعض يبقى البي توتال ماينسهم، الكبير ناقص الصغير، وليكن الجوان هو الكبير مثلا، يبقى بي 1 ماينس بي 2. براهم هيبقى التو فلوكس مع بعض، شايف هنا الفلوكس عكس الساعه وهنا عكس الساعه. ممكن تاني نعيد تاني، هنا الفلوكس عكس الساعه، هنا الفلوكس، هنا اهو الفلوكس، هنا هو عكس كده، اهو الفلوكس ايه كده، الفلوكس عكس الساعه من الناحيه دي، وهنا هنا هو الاثنين هم السهمين عكس بعض، السهمين كده هنا عكس بعض. ما دام السهمين عكس بعض، ما دام السهمين عكس بعض يبقى التو فلوكس عكس بعضهم، يبقى الديفرنس، يبقى دي توتال دي 1 ماينس دي 2. شايف السهم ده والسهم ده، السهم ده والسهم ده دول مع بعض، ما دام مع بعض يبقى دي توتال دي 1 بلس بي 2، دي 1 بلس بي 2. شايف السهم ده والسهم ده، السهم ده والسهم ده دول مع بعض، يبقى هنا دي 1 بلس بي 2. هنا هو لما يبقى التو كارت انا بقى احفظها مش هقعد ارسمها ولا بتاع، لما يبقى التو كارنت في السيم دايركشن، لما يبقى التو كارنت في السيم دايركشن، لما يبقى التو كارنت في السيم دايركشن يبقى جوه بطرح وبره بجمع على طول، وسيبنا من الكلام ده كله. لما يبقى التو كارنت في السيم دايركشن، التو كارنت في السيم دايركشن يبقى جوه بطرح وبره بجمع. هنا اهو الكارنت اللي فوق والكارنت اللي تحت، هنا التو كارنت في الاوبس دايركشن، لما يبقى التو كارنت في الاوبس دايركشن بص هنا السهمين مع بعض، يبقى دي توتال هنا بي 1 بلس بي 2، السهم ده والسهم ده عكس بعض، يبقى دي توتال هنا بي 1 ماينس بي 2، السهم ده والسهم ده عكس بعض، يبقى دي توتال هنا بي 1 ماينس بي 2. يبقى لما يبقى التو كارنت عكس بعض جوه بطرح بجمع، يبقى بي 1 بلس بي 2 وبره بطرح، بي 1 ماينس بي 2، بي 1 ماينس بي 2. ده اللي من الاخر احفظه، ده اللي من الاخر احفظه عشان ما اعطلش نفسي واقعد اعمل بايديا ولا لا اعمل غلط. لما يبقى التو كارنت في السيم دايركشن جوه بطرح وبره بجمع، لما يبقى التو كارنت في الاوبس دايركشن
جوه بجمع وبره بطرخ، ونخلص من الايه، من الموال ده والاستفحه دي خالص. فما يبقاش تو كارنت في السيم دايركشن جوه بطرخ. يعني ايه جوه بطرخ؟ يعني بتوين التواير، بتوين التواير بطرخ وبراهم من ناحيتين بجمع. اما يبقى تو كارنت في الاوبس دايركشن بيبقى جوه بتوين التواير بجمع وبراهم من ناحيتين بطرخ، ونريح دماغنا، ونريح دماغنا خالص. بس خدنا مساله الحته اللي فاتت، مساله نمبر 1 خدناها الحته اللي فاتت عشان توضح لنا ازاي بجمع وازاي بطرح. بنكمل مسائلنا الجميله، هنكمل مسائلنا الجميله. مساله بيقول لي المساله مش مرسومه، المساله مش مرسومه، انا اللي رسمتها. قال لي عندنا اتنين واير، واير اسمه ايه واير اسمه بي. الواير ايه ماشي في الكرنت 10 امبير، الواير بي ماشي في الكترون لفوق في نفس اتجاه الكرنت اللي في الواير ايه. الكترون الواير بي كاري، الواير بي كاري الكترون، الدايركشن بتاعها ذا سيم وذ الكرنت اللي ماشي في الواير ايه. الالكترون دي عددها، عدد الالكترون دي 3.75 تايم 10 باور 21 الكترون. الالكترون دي ماشيه في الواير بي لمده 2 مينت، لمده 2 مينت، واتجاه الالكترون هو اتجاه الكرنت اللي ماشي في الواير ايه. المسافه بين التواير هي 0.2 متر، 0.2 متر. هو عايز التوتال فلاكس دينسي، التوتال فلاكس دينسي عند نقطه في النص بالظبط. لما يبقى المسافه دي كلها 0.2 متر، المسافه بين التواير 0.2 متر، يبقى النص بالظبط، يبقى هنا 0.1 متر وهنا 0.1 متر. ادي من اتجاه الالكترون في اتجاه الكرنت اللي ماشي في الواير ايه. احنا خدنا في اول حصه فيزيكس ان الكونفنشنال كرنت، الكونفنشنال كرنت، الكونفنشنال كرنت بيبقى اتجاهه عكس حركه الالكترون. يعني الالكترون طالع فوق يبقى اتجاه الكرنت الحقيقي في الكلاسيكال فيزيكس، في الكلاسيكال فيزيكس الكونفنشنال كرنت بيبقى عكس حركه الالكترون. الالكترون طالع فوق يبقى الكرنت اي بي ده نازل لتحت. تركه المساله، تركه المساله اللي هتبوظها لو ما خدتش بالك، اللي في الكلاسيكال فيزيكس الكونفنشنال كرنت بيبقى اتجاهه عكس حركه الالكترون، الكونفنشنال كرنت بيبقى اتجاهه عكس حركه الالكترون. الالكترون طالع لفوق، هو قايل لي ان الالكترون اتجاهها مع نفس الكرنت اللي ماشي في الواير ايه. الكرنت في الواير ايه عملته لفوق، يبقى الالكترون عاملها لفوق. بس اتجاه الكرنت في الكونفنشنال كرنت في الكلاسيكال فيزيكس بيبقى اتجاه الكرنت عكس حركه الالكترون فوق، يبقى الكرنت اي بي لتحت. يبقى خلاص التو كرنت في الواير ايه والواير بي في الاوبوزيت دايركشن، في الاوبوزيت دايركشن. تريكه جامده جدا جدا تبوظ المساله لو ما خدتش بالك. اللي في الكلاسيكال فيزيكس اول حصه فيزيكس، في الكلاسيكال فيزيكس اول حصه فيزيكس قلنا في الكونفنشنال كرنت بيبقى اتجاهه عكس حركه الالكترون، اتجاهه عكس حركه الالكترون طالع لفوق، يبقى الكرنت الحقيقي نازل لتحت. يبقى كده الكرنت ايه والكرنت بي في الاوبوزيت دايركشن. عايزين نحسب الكرنت اللي ماشي في الواير بي. هو مديني عدد الالكترون، مديني ان، ومديني التايم 2 مينت بس اظبطها، ومديني الالكترون شارج، الالكترون شارج. يبقى تعالى نحسب الكرنت اللي ماشي في الواير بي. يعني خلينا رجعنا لاول حصه فيزيكس، اول حصه فيزيكس، اول حصه فيزيكس. الكرنت في الواير ايه بيتم، اداني عدد الالكترون وانها ماشيه في 2 مينت، ما بيشتغلش بالمينت، احولها لسكند يبقى في تايم 60، يبقى 120 سكند. ومديني الالكترون شارج يقدر يحسب الاي. الكرنت ماشي في الواير بي، الاي كيو على تي والكيو ان في اي على تي. اول حصه فيزيكس الان 3.75 تايم 10 باور 21، والالكترون شارج مديها لي 1.6 تايم 10 باور 19، والتايم كان 2 مينت بس حولناه لسكند بقى 120 سكند. كبنا الكرنت في الواير بي طلع 5 امبير، طلع 5 امبير. يبقى موقف دلوقتي ده 10 امبير وده 5 امبير وفي الاوبس دايركت، ده 10 امبير وده 5 امبير في الاوبس دايركشن. وعايز البيتوتال هنا في الويست بالظبط، عايز البيتوتال هنا في الويست بالظبط. هنا التو كارنت في الاوبس دايركشن نبقى حافظين. اما يبقى التو كارنت في الاوبس دايركشن يبقى جوه بجمع، يبقى جوه بجمع، يبقى جوه مجمع. لما يبقى التو كارنت في الاوبس دايركشن، التو كارنت في الاوبس دايركشن يبقى جوه بين التو واير، بين التو واير بجمع بي 1 بلس بي 2. يلا نعوض البي 1 2 في 10 ماينس 7، الاي اللي ماشي في الواير ايه 200 امبير، والمسافه طلعت او 10 سم، 10 سم يعني 0.1 متر.
البي 2 2 في 10 ميجا بكسل. الكرنت اللي ماشي اللي هو البي حسبناه 5 امبير، والمسافه 10 سم في 10 ميجا بكسل، يعني دي بوينت 1 متر ودي بوينت 1 متر، بوينت 1 متر بوينت 1 متر، حسبنا البي توتال طلعت 3 تايمز 10 ميجا بكسل 5 تسلا. لما يبقى التو كارز في الاوبس دايركشن يبقى البي توتال البلس بي 1 بلس بي 2. تركت المساله، تركت المساله ان اتجاه الواير بي عكس حركه الالكترون، اتجاه الكرنت في الواير بي عكس حركه الالكترون، اتجاه الكرنت في الواير بي عكس حركه الالكترون. هو قايل لي في المساله ان حركه الالكترون في الواير بي كانت في نفس اتجاه الكرنت اللي في الواير ايه، يبقى السهم ده والسهم ده مع بعض. بس احنا عارفين ان ده كونفنشنال كرنت كلاسيكال فيزيكس، يبقى اتجاه الكرنت عكس حركه الالكترون. الالكترون فوق يبقى الكرنت لتحت، الالكترون طالع لفوق يبقى الكرنت لتحت. وطبعا لو ده ما خدتش بالي منه واصبح ان التو كارنت كده في الاوبس دايركشن، يراجع من البي توتال هتبقى بي 1 ماينس بي 2، يبقى باظت المساله واتنسفت خالص. لازم ابقى عارف ان كده اتجاه الكرنت عكس حركه الالكترون. شفت المساله دي والتريكه اللي فيها. المساله اللي بعدها خليط ما بين شابتر 2 وشابتر 1. الي واير طوله 0.5 متر والاريا بتاعته 0.1 سنتيمتر سكوير، هنبقى نظبطها. والريزستيفيتي بتاعته 4 تايم 10 5 اوم متر. الواير ده متوصل ببطارية الاي ام اف بتاعتها 9 فولت والانترنال ريزيستنس 1 اوم. واللي احسب الفلاكس دينسيتي فين يا عم؟ احسب الفلاكس دينسيتي عند نقطه على مسافه 30 سم، عند نقطه على مسافه 30 سم من هذا الواير. احسب الفلاكس دينسيتي عند نقطه على بعد 30 سم من هذا الواير. عايزني احسب له الفلاكس دينسيتي هنا عند نقطه على بعد 30 سم بعيد عن هذا الواير. طبعا هحتاج احسب الكرنت، احتاج احسب الكرنت، وعشان احسب الكرنت لازم احسب الريزستنس. هو مديني الاريا ومديني الاريا ومديني الريزستيفيتي. نفتكر كده شابتر 1 الحته الثانيه في شابتر 1 ولا الثالثه، الار كانت ايكوال رو ال على الاريا. الار ايكوال رو ال على الاريا، الرو مديهاني 4 تايم 10 ميجا 5، اللينس مدوني 0.5 متر، الاريا مديهاني 0.1 سنتيمتر سكوير، سنتيمتر سكوير، سنتيمتر سكوير ما ينفعش، لازم احولها لمتر سكوير، يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 4. طيب 200 باور نيجاتيف 4 بقت كده بالمتر سكوير، قررت الريزيستنس 2 اوم، تحسبها تطلع ريزيستنس 2 اوم. اجيب القلم الاي في بي على ار بلس ار، الفي بي ب 9 والار دي اللي حسبناها ب 2 والانترنال ريزيستنس ب 1. جبت منين البيانات دي؟ من فوق والله، من فوق والله، من المساله نفسها، جبتها من المساله نفسها، من المساله نفسها. كانت الفي بي ب 9 والار سمول ب 1، والار سمول ب 1 والريزستيفيتي 4 في 10 باور 5. هرجع تاني وانزل، حسبنا الريزستنس طلعت ب 2 اوم. نحسب الكرنت الاي في بي على ار بلس ار، الفي بي ب 9 والار بي 2 والار سمول ب 1، يطلع الكرنت 3 امبير. خلاص بقينا جاهزين، البي ايكوال 2 في 10 باور 7 اي على دي. الاي طلع ب 3 والديستنس 30 سنتي، 30 سنتي تايمز 10 باور 2، تحسب البي تطلع 2 باور نيجاتيف 6، والفلاش دينس بقى يجي تو بالتسلا، بالتسلا او ويبر على متر سكوير، تسلا او ويبر على متر سكوير. نكمل مسائلنا الجميله. مساله يقول لي في الشكل ده، في الشكل ده 2 واير درجه، واير ماشي فيه كارنت 2 امبير، واير ماشي فيه كارنت مجهول اي 1، والتو كارنت في السيم دايركشن، التو كارنت في السيم دايركشن، التو كارنت على بعد 5 سم، التو كارنت على بعد 5 سم. في نقطتين، نقطة اسمها ام ونقطة اسمها ام، نقطة فوق اسمها ام على بعد 2 سم ونقطة اسمها ام على بعد 6 سم، والتو واير المسافة بينهم 5 سم. قال لي إذا كان البي توتال عند نقطة ام، البي توتال عند نقطة ام، البي توتال عند نقطة ام 3.571 تايم 10 بيقول لي يبقى البي عند نقطة ام بكام؟ اداني البي عند نقطة ام وعايز احسب له الفلاش دينسيتي عند نقطه ام، اداني الفلاش دينسيتي عند نقطه ام وعايز احسب له الفلاش دينسيتي عند نقطه ام، الفلاش دينسيتي عند نقطه ام 3.571 تايمز 10 5 تسلا. البي او الفلاش دينسيتي عند نقطه ام مجهول، عايز اجيبه. طبعا عشان اجيبه في مشكله ان الاي 1 مش معروف، الاي 1 مش معروف، الاي 1 مش معروف. يبقى الاول اول البي توتال عند نقطه ام، نقطه ام دي اوت سايد التو واير، واير اي 1 واير اي 2 ونقطه ام براهم، ما دام براهم هم في السيم دايركشن، في السيم دايركشن جوه بطرح وبره بجمع، يبقى بره هجمع. انتوا بتتكلموا في السيم دايركشن،
يبقى جوه بطرح، بس انا مش محتاج جوه، وبره هجمع، يبقى هنا عندي توتال عندي دوت ام هجمع البي 1 بلس البي 2، البي 1 بلس البي 2، وفي واحده منهم انا معايا، في واحده منهم جايه اهي، في واحد او البي توتال عندي اهو، البي توتال عندي اهو، البي توتال عندي اهو، كل ده بعمله عشان احسب ايوان المجهول، عشان احسب ايوان المجهول. يلا كده البي عند روت ام بتساوي بي 1 بلس بي 2، لو قلت بي 1 بلس بي 2 عشان روت ام او السايد الصغير، يبقى بره بجمع البي توتال عند ام 3.571 تايمز 10 وريج 5، البي 1 شوف 10 وريج 7. بعد كده الاي 1 مجهول، الاي 1 مجهول، والمسافه دي، المسافه دي 1 بص 2 سم، المسافه من الواير ده الاي 1 مجهول، والمسافه بينه ونقطه ام، المسافه بينه وبين نقطه ام 2 سم، المسافه بينه وبين نقطه ام 2 سم، ما بيشتغلش بالسم، يبقى في 10 وريج 2 بلس البي 2 شوف 10 وريج 7، الاي بي 2 امبير. المسافه بقى خد بالك وركز، المسافه من الواير ده لغايه نقطه ام، المسافه من الواير ده لغايه نقطه ام، المسافه من الواير ده ونقطه ام 5 سم بلس 2 سم 7 سنتيمتر، 7 سنتيمتر المسافه بين الواير ده اي 2 ونقطه ام 5 بلس 2 يبقى 7 سنتيمتر، 7 سنتيمتر ما بيشتغلش بالسنتي، يبقى 7 في 10 بوريج 2. هنبدا نشتغل ماس، هنشتغل شويه ماس عشان نطلع ايوان، كده المجهول الوحيد ايوان. نعمل ايه؟ 3.571 تايم 7.5 زي ما هي، ده على ده، ده اوفر ده، ده اوفر ده 200 باور نيجاتيف 5، والايوان زي ما هي. وبعدين هحسب ده بالاله، هحسب ده بالاله هيطلع الرقم ده 5.714 تايم 10 اخرج ده بره بالنيجاتيف، ده اخرجه بره بالنيجاتيف وماينصه من الرقم ده، هيطلع نتيجه الماينس 2.99 تايم 10 1 في 10 اي 1، عايز اي 1 لوحده يبقى ده هرميه تحت، عايز اي 1 لوحده يبقى ده هنزله ديفايد، هنزله كده ديفايد يطلع اي 1 ب 2.99 امبير، قول 3 امبير مثلا 2.999 امبير، يبقى كده جبنا الاي 1، جبنا الاي 1. هو عايز ايه بقى في المساله؟ هو عايز البي توتال عند نقطه ام، البي توتال عند نقطه ام، البي توتال عند نقطه ام، نقطه ام اوت سايد التواير، اوت سايد التواير، يبقى برضه البي توتال عندها بي 1 بلس بي 2، بي 1 بلس بي 2. ناخد بالنا المسافه ديت بي 2 6 سم، المسافه دي 1 5 بلس 6 11، المسافه من هنا لغايه هنا 11 5 بلس 6 5 بلس 6، اما المسافه من هنا لهنا فهي 6، المسافه من هنا لهنا المسافه دي 2 6، المسافه دي 1 من هنا لغايه هنا 5 بلس 6 يعني 11، والبي توتال البلس بي 1 بلس بي 2. نبدا نحسب البي توتال عند نوت اللي هو عايزها، بي 1 بلس بي 2 شوف 10 ماينس 7، البي 2 البي 1 الاي 1 تبع ب 2.999 اهو، والمسافه قلنا 11 سنتيمتر في 10 بوينت 2، البي 2 شوف 10 ماينس 7، والاي 2 كان ب 2 امبير ده جيفن، كان ب 2 امبير ده جيفن، 2 امبير ده جيفن، 2 امبير كان جيفن اهو، ومسافته 6 سنتي، مسافته 6 سنتي يعني 6 تايمز 10 بوينت 2 6 تايمز 10 بوينت 2، يحسب التوتال ويطلع 1.2 تايمز 10 بوينت 5 تسلا، تايمز 10 بوينت 5 تسلا. تعال نصغر كده بس يعني المسافات، بس اهم حاجه ال 11 وال 6 دي تعرف جت ازاي؟ ال 11 وال 6 جت ازاي تاني؟ اهي هنا اهو المسافه دي 2 يعني من الواير للنقطه، من الواير للنقطه يبقى 6 سنتيمتر، يبقى 6 تايمز 10 بوينت 2 من الواير للنقطه، من الواير للنقطه المسافه دي كده كلها 5 بلس 6، 5 بلس 6 يعني 11، 5 بلس 6 يعني 11، 5 بلس 6 يعني 11 سنتي، واحنا ما بنشتغلش بالسنتي، يبقى تايمز 10 بوريج 2، يبقى خلصت المساله، يبقى خلصت المساله. المساله نمبر 5 اللي بعدها قال يونيفورم واير فورم از ايكولاترال تريانجل، واير شكلته بحيث انه يبقى ايكولاترال بهذا الشكل، يعني ايه ايكولاترال؟ يعني السايد كلها قد بعضها، يعني اللينس ده من الواير قد اللينس ده قد اللينس ده، يبقى ريزيستنس هنا قد ريزيستنس هنا قد ريزيستنس هنا، ما هو يونيفورم، ما هو يونيفورم، يونيفورم واير، يبقى ريزيستنس بتاعت الحته دي ار والحته دي ار،
والحته اللي تحت دي برضه ار. داخل على الواير اللي شكلته الفورم اوف ايه كولاترال تريانجل كرنت 3 امبير، كرنت 3 امبير. تقول احسب في توتال هنا اهو عند السنتر بتاع التريانجل، عند السنتر بتاع التريانجل. طبعا احنا عاوزين السنتر بتاع التريانجل من التريجونومتري بتاعت اولى ثانوي وثانيه ثانوي، حافظين ان النقطه دي السنتر ده بيبقى المسافه دي قد المسافه ديت قد المسافه دي السنتر بتاع التريانجل، يبقى المسافه البيربنديكولار دي قد المسافه البيربنديكولار دي قد المسافه البيربنديكولار دي، نبقى عارفين كده كويس ان دي هي دي هي دي. عايز اجيب له التوتال هنا، عايز اجيب له التوتال هنا. طب الاول بس الكلام ده اوزعه، الكلام ده اوزعه، الحته دي ار فوق ار وار سين ار وار سين، يبقى فوق تو ار، يبقى فوق تو ار وتحت ار، ار وار سين يبقى فوق تو ار وتحت ار، يبقى ريزيستنت فوق دبل تحت، يبقى الكرنت فوق هاف تحت، يبقى الكرنت هنا 2 امبير وفوق 1 امبير، يبقى هنا 2 امبير وفوق 1 امبير. كمان مره، ده ار وده ار ان سيريز، يبقى 2 ار فوق تحت ار، يبقى ريزيستنت فوق 2 ار وتحت ار، يبقى الريزيستنت فوق دبل تحت، الريزيستنت فوق دبل تحت، يبقى الكرنت فوق هاف تحت، يبقى فوق 1 امبير وتحت 2 امبير، فوق 1 امبير وتحت 2 امبير. ده من شابتر 1، ده من شابتر 1، ده كده من شابتر 1، ده من شابتر 1. خلاص وزعنا الكرنت، وزعنا الكرنت هنا 1 امبير سيريز 1 امبير وتحت 2 امبير، وعايزين نحسب البي عند نقطه ايه؟ البي عند نقطه ايه؟ اقول كده الكرنت ده والكرنت ده دول في السيم دايركشن، اوعى تقول اوبزيت، اوعى تبقى عبيط وتقول اوبزيت، دول في السيم دايركشن، ده مع الساعه وده مع الساعه، ده مع الساعه وده مع الساعه، يبقى دول كده في نفس الاتجاه، يبقى البي هنا بي 1 بلس بي 2، الكرنت هنا عكس الساعه، ده بيلف حوالين نقطه ايه؟ هيلف كده عكس الساعه، دول كده بيلفوا حوالين نقطه ام، بيلفوا كده مع الساعه، يبقى دول مع بعضهم بي 1 بلس بي 2، والكرنت اي 2 بيلف عكس الساعه، بيلف عكس الساعه، يبقى دي عكسهم، يبقى البي هنا بتاعتك تبقى بالماينس، يبقى البي توتال هنا هتبقى بي 1 بلس بي 2 ماينس بي 3 ماينس بي 3، بي 1 بلس بي 2 ماينس بي 3، ده بيلف مع الساعه وده مع الساعه وده عكس الساعه، ده كده عكس الساعه، عكس الساعه حوالين نقطه ام، نقطه ام هي السنتر، يبقى البي توتال عندي ايه؟ بي 1 بلس بي 2 ماينس بي 3. طب لو انت زعلان ومش مقتنع ما تزعلش، خدنا الكارنت لما يبقى طالع كده لفوق، الكارنت لما يبقى طالع لفوق يبقى في اكس على اليمين، اكس على اليمين، اكس على اليمين ونقط على الشمال، ونقط على الشمال، الكارنت لما يبقى طالع لفوق من غير ايدينا يبقى الفلوكس هنا اكسات، على اليمين اكسات وعلى الشمال نقط. طب لما يبقى الكارنت نازل لتحت، لما يبقى الكارنت نازل لتحت قلنا الاكسات بتبقى على الشمال وعلى اليمين نقط. طب لما يبقى الكارنت في الاتجاه ده من الحته اللي فاتت، لما يبقى الكارنت كده رايح على اليمين، الكارنت كده رايح على اليمين، يبقى تحت اكسات وفوق نقط. ابص تلاقي فيه هنا اكسات بتاعت الوير ده، في هنا اكسات بتاعت الوير ده، في هنا نقط بتاعت الوير ده، يبقى الفراكس بتاع ده وبتاع ده في اتجاه واحد، اكسات اكسات يتجمعوا بي 1 بلس بي 2، وعكس الفراكس النقط بتاع الواير الثاني، يبقى بي 1 بلس بي 2 ماينس بي 3. لما الكارنت يبقى طالع لفوق يبقى اليمين اكسات، لما الكارنت يبقى نازل لتحت يبقى الشمال اكسات من غير ايدين، الشمال اكسات، الكارنت من الحته اللي فاتت اللي ورايا على الناحيه دي بيبقى ايه؟ تحت اكسات وفوق نقط. ابص كده عند نقطه ام، عند نقطه ام فلاكس الواير اي 1، فلاكس الواير اي 1 مع بعض وعكس فلاكس الواير اي 2، يبقى هنا البي توتال بي 1 بتاع ده بلس بي 2 بتاع ده وماينس بي 3 بتاع ده، ماينس بي 3 بتاع ده، ونبدا نعوض، ونبدا نعوض.
يبقى البي توتال عندي ايه؟ هيبقى بي 1 بلس بي 2 ماينس بي 3. البي 1 2 في 10 ماينس 7 اي 1 على دي بلس 2 في 10 ماينس 7 اي 1 على دي، طب هو الثاني ماينس 2 في 10 ماينس 7 اي 2 على دي. بعد كده هنا الدي هناخد 2 في 10 ماينس 7 كومن فاكتور مع الدي، 2 في 10 ماينس 7 على دي كومن فاكتور، يبقى جوه في اي 1 بلس اي 1 ماينس اي 2. الاي 1 كان ب 1 امبير، الاي 1 كان ب 1 امبير، الاي 2 كان ب 2 امبير. ارجع بص على الرسمه تاني، ارجع بص على الرسمه تاني، الاي 1 الرسمه اللي فوق الرسمه اللي وزعنا فيها الكرنت كان الاي 1 ب 1 امبير، كان الاي 1 ب 1 امبير، وكان الاي 2 ب 2 امبير. يبقى هنا الكرنت اي 1 ب 1 امبير، الكرنت اي 1 ب 1 امبير، الكرنت اي 2 ب 2 امبير. يبقى لما اقول اي 1 بلس اي 2 ماينس لما اقول اي 1 بلس اي 1 ماينس اي 2، اي 1 بلس اي 1 ماينس اي 2 يطلع زيرو. تعالى كده نعوض اهو، اي 1 بلس اي 1 ماينس اي 2 1 بلس 1 ماينس 2 يطلع زيرو، يطلع زيرو، يطلع زيرو. يبقى كمان مره الاتجاه دي مهمه جدا، انا عايز البيتوتال عن نقطه ايه، يا اما تعرفها بالعقل يا اما تعرفها بالرسم. الاي 1 ماشي مع الساعه، الاي 1 ماشي مع الساعه، يبقى فلكسهم مع بعضه، فلكسهم اهو مع بعضه جوه، يبقى هنا بي 1 بلس بي 2 ده بيلف حوالين نقطه ايه عكس الساعه، يبقى فلكسه عكسهم، يبقى فلكسه هنا نقط، يبقى الفلكس التوتال عن نقطه ايه البي بتاع ده بلس البي بتاع ده ماينس البي بتاع ده، بي 1 بلس بي 2 ماينس بي 3. وخد بالك لما وزعنا طلعت 3 امبير متوزعه هنا 2 امبير وفوق 1 امبير، 1 امبير 1 امبير و2 امبير، حسبنا البيتوتال تطلع بزيرو، حسبنا البيتوتال طلعت بزيرو. رول تحفظها صح، ان عند ايكوال اما يبقى فيه ايكوال ايكوالاترال تريانجل البيتوتال عند الصفر سنتر بصفر، وادينا اثبتناها، وادينا اثبتناها. نفس الكلام لو كان الواير عملته على شكل سكوير، برضه البيتوتال عند السنتر السكوير اللي هو الانترسيكشن بتاع الديامتر هيبقى بصفر برضه. البيتوتال عند السنتر السكوير هيبقى بصفر، البيتوتال عند السنتر السيركل برضه هيبقى بصفر. الاشكال اليونيفورم عم يبقى ايكولاترال تريانجل او لما يبقى سكوير او لما يبقى سيركل، البيتوتال عند السنتر في كل منهم بصفر. واثبتنا هذا الكلام بالنسبه للايكولاترال تريانجل، لو انت جدع اثبته، اثبته للسكوير. طبعا في السكوير لو انا مدخل من هنا 4 امبير، 4 امبير خد بالك دي ار ودي ار ودي ار، يبقى هنا في 3 ار وهنا في ار، فوق في 3 ار وتحت دي ار. لو انا مدخل 4 امبير هيبقى هنا كده في 3 امبير وفوق في 1 امبير، هيبقى تحت 3 امبير وفوق 1 امبير، والمسافات هتبقى متساويه بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 ماينس بي 4. بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 ماينس بي 4، يحسبها تطلع برضه صفر، يحسبها تطلع برضه صفر. لو دخل كرنت 4 امبير هيبقى هنا في 3 امبير وفوق في 1 امبير، 3 امبير وفوق في 1 امبير، عشان ده ار وار وار يبقى 3 ار وتحت ار فوق 3 ار وتحت ار، يبقى الكرنت اتقسم بالعكس هنا 3 مرات كده، يبقى هنا 3 امبير وهنا 1 امبير. في السيركل هيبقى اي 1 اد اي 2، اي 1 اد اي 2 والمسافات متساويه، ده ريدجس وده ريدجس وعكس بعض. الكرنت هنا بيلف خد بالك مع الساعه، الكرنت هنا بيلف مع الساعه، الكرنت تحت حوالين السنتر بيلف عكس الساعه، فوق الكرنت مع الساعه ويخرج، تحت الكرنت عكس الساعه وهيخرج. يبقى البي فوق والبي تحت عكس بعض، عكس بعض، والايات قد بعضها والمسافات قد بعضها، يبقى هيلغوا بعض، يبقى هيلغوا بعض، يبقى هيلغوا بعض. يبقى هنا عند السنتر دي توتال بصفر، عند السنتر تبقى حافظها دي توتال بصفر، عند السنتر البي توتال بصفر، عشان هنا زي ما بقول لك الكارنت هيتوزع اي 1 مع الساعه واي 2 عكس الساعه. يبقى هنا البي 1 اتجاه عكس البي 2، البي 1 اتجاه عكس البي 2 والريدجس متساوي والكرنت متساوي، يبقى الجهات قد بعضها وعكس بعضها يكنسلوا بعض، يكنسلوا بعض. مساله ادي واير كده مايل، احنا بس عشان نطبق الرول، واير مايل
على المسافه بيأجل كيرفي. احسب البي توتال عند نوت اكس، احسب التوتال عند نوت اكس عادي خالص، يبقى دي 2 10 7 اي على دي ساين ثيتا. 2 10 7 الاي ادي 7 امبير والمسافه 10 سنتي بترتب سنتي. احول النت 10 2 والانجل ب 30 يبقى ساين 30. ساين 30 يبقى جبنا الدي عند نوت اكس، يبقى جبنا الدي عند نوت اكس. مساله هيفا بنطبق الرول على طول، بنطبق الرول على طول. مساله ثانيه بقى دي مهمه جدا، مساله ثانيه مهمه جدا. قال لي عندي واير ماشي كارنت 2 امبير لفوق، الواير دوت معرض لفلوكس خارجي بتاع الارض الاكسترنال ماجنتيك فلوكس، الدلتا بتاعته 2 10 4 واتجاهه بيربنديكولار انتو ذا بيت. يعني الواير ده ماشي في كارنت فهيولد فلوكس خاص بيه، في فلوكس تاني اضافي موجود ناشئ وليكن عن الكره الارضيه. فلوكس اللي ناتج عن خارجي اللي ناتج عن الكره الارضيه قيمته 2 10 4 واتجاهه بيربنديكولار انتو ذا بيت. في نقطتين، نقطه اسمها ايه على بعد 20 سم، نقطه اسمها بي على بعد 30 سم. عايز نحسب له التوتال فلوكس دينسيتي، بيقول لك توتال فلوكس دينسيتي يبقى عندي اكتر من فلوكس. بيقول لي التوتال فلوكس دينسيتي يبقى عندي اكتر من فلوكس. انا هنا عندي اثنين فلوكس، عندي اثنين فلوكس، عندي اثنين فلوكس. هو ايه اللي فيه فلوكس خارجي؟ خارجي جاي من الكره الارضيه قيمته 2 10 4 واتجاهه بيربنديكولار انتو ذا بيت، بيربنديكولار انتو ذا بيت. تعال نشوف طبعا الكرنت لما الواير لما بيمر فيه كرنت، الواير لما بيمر فيه كرنت بيمشي عنه فلوكس، يبقى عندي فلوكسين، فلوكس ناتج عن مرور الكرنت في الواير والفلوكس الخارجي بتاع الكره الارضيه. تعال نشوف نرسمهم. ادي الواير ماشي فيه كرنت 2 امبير على طول، الفلوكس الناتج عن مرور الكرنت في الواير بنعمله جوه سيركل، بنعمله جوه سيركل جوه سيركل. الفراكشن الخارجي بنعمله من غير سيركل. هو قايل لي ان الواير ده اللي بيحمل كام 2 امبير معرض لفراكس خارجي. الفراكس الخارجي الفراكس الخارجي كان اتجاهه بيربنديكولار انتو ذا بيت، بيربنديكولار انتو ذا بيت. ما دام انتو ذا بيت يبقى اكساد، اكساد بالشكل ده من ناحيتين، ده الفراكس الخارجي اكساد كده من ناحيتين، ده فراكس خارجي موجه داخل على شاشه اللابتوب يمين وشمال الواير داخل على شاشه اللابتوب. الفلوكس الخارجي بنعمله اكساد من غير دايره، اكساد من غير دايره. اما فلوكس الواير اللي نرجع نقول كرنت الواير بيبقى بنعمله جوه دايره. اما يبقى الكرنت طالع لفوق قلنا يبقى على اليمين اكساد وعلى الشمال نقطه مدوره، على اليمين اكساد وعلى الشمال نقطه. بتاع الواير بيبقى جوه سيركل، بتاع الواير جوه سيركل، اكس جوه سيركل، نقطه جوه سيركل. اول ما ابص كده اقول اللي جوه سيركل ده ده الفلوكس اللي ناتج عن مرور الكارنت في الواير. اما الاقي كده اكسات من غير سيركل اقول ده فلوكس خارجي بتاع الكره الارضيه، المجال المغناطيسي للكره الارضيه اهو. وهو قايل ان اتجاهه في جميع الاماكن بيربنديكولار انتو ذا بيت، بيربنديكولار انتو ذا بيت، اتجاهه فور ايفر في جميع الاماكن يمين وشمال الواير، يمين وشمال الواير بيربنديكولار انتو 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 ذا بيت. يبقى عندي كده فلوكسين، فلوكس الواير وفلوكس الكره الارضيه خارجي. فلوكس الواير بحطه جوه السيركل، فلوكس الكره الارضيه بحطه من غير سيركل. هو ايه اللي فلوكس الكره الارضيه؟ في الناحيتين بيربنديكولار انتو ذا بيت. اما فلوكس الواير انا بعرفه بقى لما يبقى الكام طالع لفوق سواء بايد اليمين او بالهول اللي احنا حافظينها، لما يبقى الكام طالع لفوق يبقى اكسات على اليمين ونقطه مدوره على الشمال، او بايدك هات ايدك خلي الثمب لفوق، خلي الثمب لفوق هتلاقي صوابعك من الناحيه دي داخله وصوابعك من الناحيه دي خارجه. خلي الثمب لفوق ودور ايدك هتلاقي من الناحيه دي صوابعك داخله ومن الناحيه دي صوابعك خارجه. صوابعك داخله يبقى بيربنديكولار انتو ذا بيت، صوابعك خارجه يبقى بيربنديكولار اوت البيت. عايز اجيب البيتوتال عندي ايه والبيتوتال عندي ايه؟ عندي نقطه ايه الفراكشن مع بعض، عندي نقطه ايه الفراكشن مع بعض، فراكس الكره الارضيه الاكسات اللي من غير دايره وفلوكس الواير الاكس اللي جوه دايره دول مع بعض. يبقى عندي نوت ايه بي 1 بلس بي 2، بي 1 بلس بي 2، بي 1 بلس بي 2. عندي نوت بي الفلوكسين عكس بعض، فلوكس الماجنتيك فلوكس الخارجي انتو ذا بيت الخارجي اوت البيت. يبقى هنا البي توتال هنا هيبقى بي 1 ماينس بي 2، بي 1 ماينس بي 2، بي 1 ماينس بي 2، بي 1 ماينس بي 2. يلا نطبق المسافه هنا
20 سم في المجستور، المسافه هنا 30 سم في المجستور، الكرنت 2 امبير، والفراكشن الخارجي مديني قيمته. الفراكشن بتاع الكره الارضيه الخارجي مديني قيمته اهو كام 2 في 10 بوينت 4 6، 2 في 10 بوينت 4 6. يلا نحسب البيتوتال عند نقطه ايه؟ قلنا البيتوتال عند نقطه ايه؟ الفراكشن مع بعض، الفراكشن مع بعض يبقى بلس، يبقى بي الخارجي بلس بي بتاع الواير. البي عند نقطه ايه؟ بي الواير بلس البي الخارجي. البي بتاع الواير قانونه 2 في 10 بوينت 7، الاي على دي. البي الخارجي جايب جاهز 2 في 10 بوينت 4، 2 في 10 بوينت 4، يلا نعوض 2 في 10 بوينت 7، الاي ب 2 امبير، والمسافه 20 سم في 10 بوينت 2 بلس البي الخارجي 2 في 10 بوينت 4، نحسبها يطلع 2.02 سم في 4 9. ده البي عند نقطه ايه؟ ليه جمعناهم على بعض؟ عشان الفراكشن في اتجاه واحد. هو ايه الفراكشن الارض؟ بيديك انتو ذا بيت. ولا بيجي بيجي لمين؟ عرفت ان لما يبقى الكرنت طالع لفوق يبقى من الناحيه دي صابع داخله، من الناحيه دي صابع خارجه، داخل يبقى اكسات، يبقى الفراكشن هنا مع بعض. تعالى بقى الفراكشن هنا عكس بعض. الفراكشن هنا نقط وهنا عكس بعض، يبقى دي توتال هنا ماينص من بعض. خليك فاكر المسافه 30 سم، المسافه 30 سم ماينص من بعض، الكبير ناقص الصغير. طب انا مش عارف مين الكبير ومين الصغير، ما هي دي لك تطلع بص. يبقى بحطها جوه ابسوليوت، يبقى بحطها جوه ابسوليوت، بحطها كده جوه ابسوليوت عشان تطلع رقم بص. البي عند نقطه بي، البي توتال عند نقطه بي الناحيه الثانيه على الشمال، هيبقى بي واير ماينس بي كسترنال. انا ما اعرفش مين الكبير ومين الصغير، يبقى احطها جوه ابسوليوت وابدا اعوض. البي واير توب 10 من سيفن اي على دي، البي كسترنال جيفن توتال 10 من 4، الاي هعوض عنها 2 امبير، والمسافه دي كانت كام سنتي؟ متهيألي دي 30 سنتي، متهيألي دي 30 مكتوبه غلط، متهيألي دي 30، نراجعها تاني بس نسيت صح، نسيت صح، نراجعها كده. اه مكتوبه غلط، دي 20 سنتي ودي 30 سنتي، يبقى دي 30 سنتي، دي 30 سنتي، دي 30 سنتي، نسيت هتلاقيها صح، نسيت هتلاقيها موجوده صح، نسيت متراجعه هتلاقيها صح، يبقى دي 30 سنتي، دي كده 30 سنتي، 30 دي 30، دي سير دي سير دي سير، وتشيل صح، تتم ويصير. والبي اكسترنال او توست تليفون يحسبها يطلع 1.98 سنتي ونيك ستور تسلا. مساله مهمه جدا جدا جدا. تملي الفراكس الخارجي بنحطه من غير سيرك، نحطه كده من غير سيرك ساده. لو كان داخل يبقى اكسات من غير سيرك، لو كان خارج يبقى نقط من غير سيرك. اما فراكس الواير الناتج عن كان في الواير بنحطه جوه دايره، لو كان داخل يبقى اكس جوه دايره، لو كان خارج يبقى نقطه جوه دايره. مساله مهمه جدا جدا جدا. والمسافه دي يعني ادي 30 سم، دي 30 سم، دي 30 سم في التعويض بس 23، بس النتيجه صح. يعني الرقم ده صح، الرقم ده في النهايه صح. دي بس اللي كتبت، دي بس اللي كتبت. بنكمل موضوعنا جميل ودرسنا جميل. مساله مساله حلوه بقى، مسائل الذكاء، مسائل الذكاء ده جايب حوالي 30 3 كده في الامتحانات. مسائل الذكاء، مسائل الذكاء. قال لي عندنا واير اسمه ايه؟ واير اسمه ايه؟ ده ماشي فيه كرنت 2 اي، وده ماشي فيه كرنت اي، واكس دي نقطه في النص. اكس دي نقطه في النص، واير كده تو كرنت في السيم دايركشن. الكرنت هنا دبل هنا. الكرنت هنا دبل هنا. هنا الكرنت 2 اي. هنا الكرنت اي. واكس نقطه في النص بالظبط. يعني المسافه على الشمال قد المسافه على اليمين. طبعا هنا البيتوتال مش بصفر. ليه؟ عشان هنا الكرنت هنا اكبر من هنا. الكرنت هنا اكبر من هنا. يبقى البي بتاع ده اكبر من البي بتاع ده، يبقى هنا البي هنا موجوده ليها قيمه، البي هنا ليها قيمه. بيقول لي هنا لو الواير ان حركته ناحيه نقطه اكس شويه. لو الواير ان حركته ناحيه نقطه اكس شويه. لو الواير ان حركته وقربته من اكس شويه، البي توتال هنا تزيد ولا تقل؟ ولا ما تتغيرش؟ طبعا البي توتال هنا قبل ما احركه هنا تو كام في السيم دايركشن، بيبقى تو كام في السيم دايركشن جوه بطرح، جوه بطرح، جوه بطرح، الكبير مش الصغير. شور بي ام هي الكبير عشان الكرنت هنا دبل الكرنت هنا، يبقى البي ام اكبر من بي ام، يبقى البي توتال هنا ما دام تو كام في السيم دايركشن يبقى بطرح. بي ام ماينس بي ام، بي ام ماينس بي ام، بي ام ماينس بي ان، عشان هنا تو كارد في السيم دايركشن يبقى جوه بطرح، يبقى البي توتال الكبير ناقص الصغير. وانا عارف
ان البي بتاع ام اكبر من البي بتاع ام، عشان الكرنت هنا 2 اي والكرنت هنا اي، يبقى البي توتال هنا بي ام ماينس بي ام، بي ام ماينس بي ام، البي توتال بي ام ماينس بي ام. طب لما الواير ده قربه من نقطه اكس، لما الواير ده قربه من نقطه اكس، البي بتاعته عند اكس، تقول البي بتاعته عند اكس، لما الواير ده قربه كان هنا، كان هنا قربته وخليته هنا، يبقى انا كده قربته من النقطه، يبقى البي بتاعته عندي اكس هتزيد. لما المسافه بتقل، لما المسافه بتقل البي بتزيد، يبقى بي ان زادت عن الاول. اما الواير ده قربته من اكس، يبقى الفلكس بتاعه زاد عن الاول، عشان مسافته كانت دي بقت مسافته اقل من دي، كانت مسافته دي دلوقتي مسافته قلت. الواير لما يقرب من نقطه الفلكس بتاعه بيزيد عندها. لما الواير يقرب كان هنا، قرب وبقى هنا، لما الواير يقرب من نقطه الفلكس بتاعه يزيد عندها، يبقى دي ان زادت عن الاول، دي ان زادت. ايه اللي يحصل دي عند اكس؟ ايه اللي يحصل دي عند اكس؟ خلاص بقينا رياضه بقى، بقينا رياضه، بقينا رياضه، بقينا رياضه، بقينا رياضه. لما البي ان تزيد، لما ده يزيد الديفرنس ايه؟ لما ده يزيد الديفرنس ايه؟ يبقى البي عند نقطه اكس تقل عن الاول، يبقى البي عند نقطه اكس تقل عن الاول لما ده يزيد. بص كان 10 ماينس 7، 10 ماينس 7 كان 3، ده زاد بقى ايه؟ بقى 10 ماينس 8 بقى 2، كان 3 بقى 2 يبقى قل، كان 10 ماينس 7 كان 3 بقى 10 ماينس، ده زاد بقى ايه؟ بقى 2، كان 3 بقى 2 يبقى قل عن الاول، قل عن الاول. اما واير بقربه من النقطه، لما واير بقربه من النقطه، لما الواير قربه من النقطه فلاكسه عندها بيزيد. لما الواير قربه من النقطه كان هنا اهو، قربته وجبته وحطيته هنا اهو، فلاكسه بيزيد، يبقى البي بتاع ان زاد، وده زي ما هو، ما هي الام ثابته ما اتحركتش، ام بي بتاعتها ثابته ما اتحركتش، بي بتاعتها ثابته ما اتحركتش. لما ده يزيد الديفرنشال، 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 وليه قلت هنا البي توتال الماينس؟ عشان تو كونز في السيم دايركشن ده جوه بطرح. ولو قلت بي ام ماينس بي ام، عشان هنا الكرنت تو اي وهنا اي، يبقى فلوكس ده اقوى من فلوكس ده، واحنا بناخد الكبير ناقص الصغير، الكبير ناقص الصغير، يبقى بي ام ماينس بي ام. خلص الموضوع ده خلاص، خلص الموضوع ده خلاص. ونخش موضوع تاني اسمه نيوترال بوينت. اسمه نيوترال بوينت، نيوترال بوينت، النيوترال بوينت ده، النيوترال بوينت دي نقطه، يبقى عندها التوتال ماجنتيك فلوكس دنسيتي از فاليد، نقطه عندها البي توتال بصفر، نقطه عندها البي توتال بصفر. ازاي البي توتال ده بصفر؟ اما يكون واير ماشي في كرم، والفلوكس بتاع الواير ده والفلوكس بتاع الواير ده كانوا قد بعض في القيمه وعكس بعض في الدايركت، قد بعض في القيمه وعكس بعض في الدايركت، يبقى كنسلوا بعض، يبقى البي توتال بصفر. النقطة اللي عندها اللي توتال بصفر يطلق عليها، يطلق عليها النيوترال بوينت. يبقى عندنا اثنين واير، ده ماشي في كرنت بيطلع فلاكس دينسيتي بي 1، وده ماشي في كرنت بيطلع فلاكس دينسيتي بي 2. لو كان، لو كان بي 1 قد بي 2 كقيمة وعكس بعض في الدايركشن يناسب بعض، ويبقى البي توتال بصفر. حينئذ النقطة دي تسمى النيوترال بوينت، اسمها نيوترال بوينت. يبقى النيوترال بوينت بتحصل أما يبقى عندي مثلا تو واير كاري كارنت، الكارنت الأولاني عامل فلوكس اسمه بي 1، الكارنت الثاني عامل فلوكس اسمه بي 2. لو تصادف وكان بي 1 قد بي 2 كقيمة وعكسه كدايركشن يبقى هيكنسلوا بعض، يبقى ساعتها البي توتال هتساوي صفر، ساعتها البي توتال هتساوي صفر، ويطلق عند النقطة اللي عندها البي توتال بصفر النيوترال بوينت، النيوترال بوينت. عايزين نطلع قانون عشان نبدأ نشوف مسائل وشروط وكلام جميل جدا. لما يبقى البي 1 قد البي 2 كقيمة، سيبنا من الدايركشن دلوقتي، لما يبقى البي 1 قد البي 2 كقيمة، البي 1 ميو اي 1 على 2 باي بي 1، البي 2 ميو اي 2 على 2 باي بي 2، اسم الميو مع الميو وال2 باي مع ال2 باي، يبقى اي 1 على دي 1 ايكوال اي 2 على دي 2. يبقى ده كله هنستخدمه في حل مسائل النيوترال بوينت. عند النيوترال بوينت يبقى البي 1 قد البي 2 كقيمه وعكسه كدايركشن، البي 1 قد البي 2 كقيمه وعكسه كدايركشن،
عندك قيمه وعقلك دايركتك. سيبنا من الدايركشن دلوقتي، القيمه ميو اي 1 على 2 باي دي 1، ميو اي 2 على 2 باي دي 2، اتش ميو على 2 باي مع ميو 2 باي، يبقى القانون اللي هنحسب منه اللي انت بوينت هوريك ازاي، المسائل هتبين اي 1 على دي 1 ايكوال اي 2 على دي 2، مسائل نيتال بوينت. يبقى القانون مستخدم اي 1 على دي 1 ايكوال اي 2 على دي 2. ازاي يا مستر هنستخدمه؟ ده احنا هنحل مسائل اشكال والوان على نيتال بوينت ما نستعجلش. افهم بس الاول. امتى البي توتال يبقى بسيف؟ لو يبقى عندي اثنين فلوكس جنسي عند بعض كقيمه وعكس بعض كدايركشن فيكنسلوا بعض، يبقى النقطه اللي عندها البي توتال بسيف تسمى النيوترال بوينت. على بعد قد ايه من الراجل الاولاني دي 1، على بعد قد ايه من الراجل الثاني دي 2، حيث الكرنت الراجل الاولاني اي 1 وكرنت الراجل الثاني اي 2. يبقى النيوترال بوينت موجوده على بعد دي 1 من الراجل الاولاني ودي 2 من الراجل الثاني الذي يحمل كرنت اسمه اي 2. مسألة النيوترال بوينت بقى عايز اقول له هي فين النقطه اللي عندها البي توتال بسيف، يعني قول لي دي 1 دي كام وقول لي دي 2 كام، مسافتها قد ايه من الولد الاولاني دي 1، مسافتها قد ايه من الولد الثاني دي 2، والولد الاولاني ماشي في كرنت اي 1 والثاني ماشي في كرنت اي 2، ودول اوجدوا 2 فلاش دنسيتي قد بعض كقيمه وعكس بعض كدايركشن فكنسلوا بعض. يبقى مسائل النيوترال بوينت اللي هنشوفها، بس ما تستعجلش وتقول ازاي هنحسبها، ما تستعجلش بس ابقى حافظ القانون اللي عند النيوترال بوينت اي 1 على دي 1 بتساوي اي 2 على دي 2. تعالى هناخد شويه حالات. بص يا عم، لو فرضنا ان عندي اثنين واير ماشي مقارن في السيم دايركت، ماشي مقارن في السيم دايركت، يبقى جوه بطرح وبره بجمع، جوه بطرح وبره بجمع. هنا بطرح، بطرح معناه ان الديوان والبتوع عكس بعض، ما دام بطرح يبقى الديوان والبتوع عكس بعض، يبقى بالتاكيد في نقطه، نقطه كده بتوين التواير عندها الديوان هيبقى قد البي 2، اما يبقى الديوان قد البي 2 وفي هنا ماينس، يبقى ينفع هنا البي 2 تبقى بسيف، ينفع ان في مكان ما على بعد قد ايه من الولد الاولاني وعلى بعد قد ايه من الولد الثاني بعدين نبقى نحسبه. بس في نقطه ربنا خلقها نقطه محدده موجوده بتوين التواير، ينفع عندها يبقى الديوان قد البي 2 وهم اصلا عكس بعض، يبقى ينفع يبقى في توتال بسيف. يبقى هنا النيوترال بوينت موجوده بتوين التواير، في نقطه موجوده بتوين التواير، فين هنبقى نحسب مسافتها بعدين؟ هنا البي 1 بلس بي 2 عمر ما البي تبقى بسيف، دول بي 1 وبي 2 هجمعهم بجمعهم على بعض عمرها ما تبقى البي توتال بسيف، وهنا بي 1 وبي 2 بجمعهم عمرها ما هتبقى بسيف. الصفر يحصل لما يبقى في ماينس، الصفر يحصل لما يبقى في ماينس. يبقى هنا لو التو كارنت في السيم دايركشن هبدا احفظ بقى، لو التو كارنت في السيم دايركشن يبقى عندي نيترال بوينت موجوده في مكان ما بتوين التواير، هنا او 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 هنا بتوين التواير ام اوت سايد التواير اوت سايد التواير، ده بعمل بلس، ما دام بعمل بلس يبقى هنا ما ينفعش، يبقى في نيترال بوينت، وهنا ما ينفعش يبقى في نيترال بوينت، يبقى النيترال بوينت هنا فقط بيكون التواير، النيترال بوينت فقط بيكون التواير اما يكون التو كارنت في السيم دايركشن، اما يبقى التو كارنت، خد بالك انا بقول التو كارنت في السيم دايركشن، اما يبقى التو كارنت في السيم دايركشن يبقى هنا الفلاكس دينتي في الاوبس دايركشن، اما يبقى التو كارنت في السيم دايركشن يبقى الفلاكس دينتي في الاوبس دايركشن. معلش معلش هوضحها لك اكتر في الريفيجن، معلش اصبر شويه اصبر شويه اصبر شويه اصبر شويه اصبر كده شويه شويه صغيرين، خلاص قربنا شويه صغيرين شويه اهو. لما يبقى التو كان في السيم دايركشن، التو كان في السيم دايركشن يبقى التو فلوكس في الاوبزيت دايركشن، الفلوكس اهو والفلوكس اهو، الفلوكس هنا والفلوكس هنا في الاوبزيت، السهم ده والسهم ده عكس بعض، 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 اما يبقى التو كارنت في السيم دايركشن يبقى التو فلوكس في الاوبزيت دايركشن، بتوين التواير بتوين التواير في الاوبزيت دايركشن، بتوين التواير في الاوبزيت دايركشن، لكن بره هنا السهم ده اهو والسهم ده لما يجي بره يبقى معاه، بعد كده هنا بعمل بلس وهنا بعمل بلس وجوه باينر، يبقى لما التو كارنت في السيم دايركشن يبقى جوه التو فلوكس عكس بعض، التو كارنت في السيم دايركشن
يبقى التو فلكس في الاوبزيت دايركشن، في الاوبزيت دايركشن، في الاوبزيت دايركشن. التو كرنت في السيم دايركشن. التو فلكس بص على الاسهم في الاوبزيت دايركشن بتوين التو واير، بتوين التو واير. معلش هننزل ده تاني، معلش ما تنامش، اوعى تنام، اوعى تنام هانت هانت. قربنا 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 اهو. التو كارنت في السيم دايركشن يبقى التو فلكس في الاوبزيت دايركشن، عشان كده بعمل ماينس. ويبقى هنا ينفع يبقى في نقطه في مكان ما هنا عندها يتساوى البي 1 والبي 2، يتساوى البي 1 والبي 2 هما في العكس الدايركشن، يبقى البي 2 طلع جاي بس. اما بره بعمل بلس ما ينفعش، بره بعمل بلس ما ينفعش. عمري هنا البي ما تطلع بكده، عمري حاجتين بجمعهم ويطلع بتوتال بكده، عمري ما حاجتين بجمعهم ويطلع بتوتال بكده، عمري ما حاجتين بجمعهم ويطلع بتوتال بكده. خاصة ان البي دي على طول ده رقم ناين، ودي رقم ناين، يعني ارقام بوزيتيف ومعمول لها بلس، هنا ارقام بوزيتيف ومعمول لها ماينس، يبقى ينفع تبقى كده. احفظ، لو تو كارنت في السيم دايركشن يبقى النيوترال بوينت بتوين التواير، النيوترال بوينت في مكان ما بتوين التو واير، وما ينفعش تبقى اوت سايد التو واير، ما ينفعش تبقى اوت سايد التو واير. طب لو كانت التو كارنت في الاوبس دايركت، التو كارنت في الاوبس دايركت يبقى جوه بجمع وبره بطرح، جوه بجمع وبره بطرح، هنا بجمع، يبقى لا يمكن البيتوتال هنا تبقى بشيء، لا يمكن البيتوتال هنا بشيء، يبقى هنا ما ينفعش يبقى في نيوترال بوينت. هنا بطرح يبقى ينفع، هنا بطرح يبقى ينفع، يبقى النيوترال بوينت منطقه الطرف، يبقى يا اما هنا يا اما هنا. واحد يقول لي يا مستر هي ممكن تبقى هنا وهنا، لا ما ينفعش، هي في مكان واحد، يا اما هنا يا اما هنا. ايه اللي يحكمني؟ هنقوله الصفحه الجايه، هنبدا نقوله حالا، هنبدا نقوله حالا. النيوترال بوينت في مكان واحد، لو كانوا تو كارنت في السيم دايركشن فوق يبقى النيوترال بوينت بتوين التواير، بتوين التواير. اما لو كانت تو كارنت في الاوبس دايركت، التو كارنت في الاوبس دايركت يبقى النيوترال بوينت اوت سايد التواير، يا اما هنا وبس، يا اما هنا وبس، بتبقى في مكان واحد وليس في مكانين. طب هنا ولا هنا؟ هذا ما هنقوله الصفحه الجايه. لكن هنا ما ينفعش، بتوين التواير ما ينفعش، عشان بتوين التواير بعمل بلس، بعمل بلس، يبقى يمكن البيتوتال تبقى كده، يبقى النيوترال بوينت لما يبقى تو كارنت في الاوبس دايركشن يبقى اوت سايد التواير، يا اما على اليمين يا اما على الشمال. ما ينفعش تبقى على اليمين وعلى الشمال في وقت واحد، في مكان واحد، يا اما على اليمين واسكت، يا اما على الشمال واسكت. ايه اللي بيحدد مكانها يمين او شمال؟ هنقوله حالا، هنقوله حالا بعد ايه لحظات. يرجع تاني، يرجع تاني. شروط اللي يبقى فيه نيوترال بوينت، اولا هنفترض ان في واير ماشي في كرنت اي 1، واير ماشي في كرنت اي 2، هفترض ان اي 1 اقل من اي 2، هفترض ان اي 1 ده 3 امبير وده 5 امبير، اي 1 اقل من اي 2، اي 1 اقل من اي 2، اما يبقى التو كرنت في السيم دايركشن يبقى النيوترال بوينت بتوين التو واير. فين بالتحديد؟ مسافتها نحسبها، لكن بالتحديد تقريبا كده بتبقى فين؟ كمان النيوترال بوينت قريبه من الواير اللي بيحمل الكرنت الصغير. ايوه هو الصغير، يبقى على طول النيوترال بوينت قريبه من الواير اللي بيحمل، الواير اللي بيحمل السمولر كرنت، السمولر كرنت. طب ليه؟ ليه بتبقى قريبه من الواير اللي بيحمل السمولر كرنت؟ هنا البي توتال بيسيف، يعني البي 1 والبي 2 قد بعض وعكس بعض، ده كرنت صغير، كرنت صغير، يبقى لما يبقى المسافه صغيره يبقى البي بتاعته لسه موجود، ما هو كرنت صغير، ايوه الفراكشن صغير، يبقى عند نقطه البي دي الفراكشن صغير، اي 2 كبير، هيولد الفراكشن كبير، الفراكشن بتاعه كبير، لكن لما يمشي مسافه كبيره هيضعف لغايه ممكن يتساوى مع البي بتاع الواير 1،
لغايه ما تساوي مع بي 1 فيعجموا بعض. ده كرنت صغير. هيولد فلوكس صغير. ده كرنت كبير. هيولد فلوكس كبير. بس الفلوكس الكبير ده لما يمشي مسافه كبيره مسافه كبيره هيضعف. على ما يوصل هنا يبقى قد الفلوكس الضعيف بتاع يولد. فيعجموا بعض يعجموا بعض يعجموا بعض. ما ينفعش ان يبقى ايوان هو الكبير ويبقى قريب منه. ايوان لو كبير يبقى فلوكسه كبير. يبقى هنا فلوكسه كبير. اي 2 صغير يبقى فلوكسه قليل. هيمشي مسافه كبيره هيضعف هيضعف هيختفي. يبقى هنا بي 1 بس هو الموجود ودي 2 اختفى. يبقى ما ينفعش. يبقى لازم النيوترال بوينت تبقى قريبه من الواير اللي بيحمل كرنت كبير قليل. من الواير اللي بيحمل كرنت قليل. كنا في السنتر. في السنتر. ولد قاعد في الصف الاولاني ولد قاعد في الصف الاخراني. اقول دول ده يحذفني بتوبه وده يحذفني بتوبه. انا عايز التوبتين يبقوا قد بعض بالظبط عندي، قوتهم قد بعض عندي. يبقى الواد اللي قاعد قريب مني هيحذف توبته بالراحه. الواد اللي في اخر الصف هيحذف توبته جامده. توبته جامده بس هو في الاخر على ما توصلني هكون ضعفت. هتتساوى مع طوبة الواد اللي هو قاعد في الصف اللي قدامي. أقول عندي ولدين. ولد قاعد في الصف الأول. ولد قاعد في الصف الأخير. هدي ده طوبة وده طوبة أقول لهم احذفوني. طوبكم بحيث يبقى عندي قوته واحدة. يبقى الواد اللي قاعد قدامي طوبته هيحذفها بالراحة. الواد اللي بعيد هيحذف طوبته جامدة. عشان على بال ما تمشي المسافة البعيدة اللي بيني وبينه وتضطر يكون ضعفك. ويبقوا الاثنين تساووا مع بعض فيبقى يعجموا بعض يعجموا بعض. يبقى على طول لما التو كارد يبقوا في السيم دايركشن احفظ البي توتال بتوين التو واير بتوين التو واير هو قريبه من الواير اللي بيحمل الكرنت الاصغر قريبه من الواير اللي بيحمل الكرنت الاصغر. طبعا المسافه قد ايه بالظبط؟ ده المسائل هنحسبها في المسائل هنحسبها في المسائل. طب لو كانت التو كارد في لوبس دايركشن التو كان في لوبس دايركشن واي 1 اصغر من اي 2 اي 1 اصغر من اي 2 التو كان في لوبس دايركشن يبقى النيوترال بوينت بره يا اما هنا بره يا اما هنا بره. النيوترال بوينت برضه بتبقى واقعه في الجنب القريب من الواير اللي بيحمل الكرنت الاصغر. يعني لو اي 1 هو صغير يبقى البي توتال على الناحيه بتاعته. يعني الاي 1 لو كان هو الاي 1 اهو هو الكرنت الصغير يبقى الجنب اليمين ده هو اللي فيه النيوترال بوينت والشمال ما فيهوش. الشمال برضه بي 1 ماينس بي 2 لكن ما ينفعش. ما ينفعش ما ينفعش. يبقى النيوترال بوينت على طول موجوده في المنطقه القريبه من الواير اللي بيحمل الكرنت الصغير. اي 1 واي 2 في الاوبس دايركشن. يبقى النيوترال بوينت يا اما هنا على اليمين يا اما هنا على الشمال. طب هي هتبقى على اليمين ولا على الشمال؟ تتواجد في المنطقه القريبه من الواير اللي بيحمل السمولر كرنت. الايوان هو السمولر كرنت. يبقى هي موجوده قريبه من السمولر كرنت قريبه من الجهه اللي فيها السمولر كرنت. واقول لك ليه؟ ده واير صغير يبقى فلاش هنا ضعيف. ده واير الكرنت بتاعه كبير يبقى فلاش كبير. لما يمشي مسافه كبيره فلاش كبير ويمشي مسافه كبيره يضعف. فيبقوا الفلاكسين هنا يتساوي يبقوا الفلاكسين هنا يتساوي. كرنت صغير ايوان هيعمل لي فلوكس قليل كده فلوكس ضعيف يعني عشان الكرنت قليل. ده واير اي 2 يحمل كرنت اي 2 كبير كرنت كبير يبقى فلوكس كبير بس هيمشي مسافه كبيره فهيضعف. على ما يوصل هنا يكون جاهز فتساوى مع فلوكس الواير الاولاني فيعجموا بعض. لكن هنا ما ينفعش. ده كرنت كبير يبقى هنا فلوكس كبير قوي. ده كرنت صغير فلوكس ضعيف على ما يوصل هنا يكون عدد. يبقى هنا ما فيش غير بي 2 بس يبقى ما فيش نيوترال بوينت. يبقى النيوترال بوينت اولويز لو التو كانت في الاوبس دايركشن او ستادي تو واير يعني على اليمين ولا على الشمال في المنطقه القريبه من الواير اللي بيحمل السمولر 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 كرنت السمولر كرنت. وهنشوف مسائل هنشوف مسائل بس الاول في اسئله في اسئله. طبعا على النيوترال بوينت لسه واخدين شويه اللي بقى اي 1 على بي 1 ايكوال اي 2 على بي 2 اي 1 على دي 1 ايكوال اي 2 على دي 2 اي 1 على دي 1 ايكوال دي 2 على دي 2. يعني اي 1 على مسافته من النقطه دي 1 هتساوي اي 2
على مسافته من نقطه دي 2 اي 1 على دي 1 هتساوي اي 2 على دي 2. ده في المسائل، هنأجل ده شويه للمسائل لان لسه في 4 اسئله في غايه الاهميه، 4 اسئله في غايه الاهميه. السؤال الاولاني ده بيجي لك تقول داخل السنه، ده بيجي تقول داخل السنه، ايه الشرط المطلوب عشان نسبة بوينت تبقى موجوده بين التواير، تبقى موجوده بين التواير انسايد التواير. تقول لي تو كارنت موف سيم دايركشن، تقول لي تو كارنت في سيم دايركشن، يبقى تو كارنت في سيم دايركشن. لما تو كارنت يبقوا في السيم دايركشن يبقى تو فلاش دنتي في الاوبزيت دايركشن، يبقى تو فلاش في الاوبزيت دايركشن، فيعجبوا بعض، فيعجبوا في بعض. الشرط المطلوب عشان يبقى النيتشر جوينت بتوين التو بارل واير، اقول الشرط المطلوب ان التو كارنت يبقوا في السيم دايركشن، التو كارنت يبقوا في السيم دايركشن. فانا بفهمك لما التو كارنت يبقوا في السيم دايركشن يبقى التو فلاش دنتي في الاوبزيت دايركشن، فيعجبوا بعض. السؤال الثاني، وخد بالك الفرق بين السؤال الاولاني والسؤال الثاني، ايه الشرط المطلوب عشان نيتشر بوينت تبقى في نص المسافه بتوين التواير، في نص المسافه بتوين التواير، في نص المسافه بتوين التواير، هو بتوين التواير يبقى تو كارد في السيم دايركت. النيتشر بوينت تبقى في النص بالظبط، امتى تبقى في النص بالظبط؟ لو كانوا التو كارنت قد بعض، لو اي 1 قد اي 2، هي بتبقى قريبه من الوالد بيحمل الكارنت الاصغر، هي بتبقى قريبه من الوالد اللي بيحمل الكارنت الاصغر. طب لو كانت تو كارنت قد بعض تبقى هي في الوسط بينهم، تبقى هي في الوسط بالظبط، في الميد ديستنس، تبقى في الميد ديستنس. فرق ما بين هنا وهنا، هنا الشرط المطلوب عشان انت بوينت تبقى بتقول التواير وخلاص بينهم وخلاص، هنا بينهم وفي النص، فوق بينهم وخلاص، هنا بينهم وفي النص، فوق النيتشرال بوينت بتوين التواير وخلاص، هنا بتوين التواير وفي النص المسافه بالظبط، نص المسافه بالظبط. يبقى في نص المسافه بالظبط لما يبقى التو كارنت في السيم دايركشن يبقى بينهم، في النص بالظبط لما يبقى التو كارنت ايكوال في الماجنتيود، ايكوال في الماجنتيود، ايكوال في الماجنتيود. فلا ما بين السؤالين، هنا بينهم وخلاص، هنا بينهم وفي نص المسافه، في نص في النص، يبقى التو كارنت قد بعض في القيمه، التو كارنت قد بعض في القيمه. السؤال اللي بعده اللي من ثلاثه، ايه الشرط المطلوب؟ ان النيتشر بوينت تبقى اوت سايد التواير، النيتشر بوينت تبقى اوت سايد، اوت سايد، اوت سايد، اوت سايد التواير. تقول لي تو كارنت في الاوبس دايركت، تقول لي تو كارنت في الاوبس دايركت هتبقى براهم، التو كارنت في الاوبس دايركت هتبقى براهم. خد بالك سؤال من الاربعه، اكثر سؤال بيجي في امتحانات، اكثر سؤال بيجي في امتحانات، ايه الشرط المطلوب عشان ما يبقاش في نيتشرال بوينت خالص، يبقى التو واير ماشي فيهم تو كارنت ومفيش نيتشرال بوينت، مفيش نيتشرال بوينت. السؤال ده يقول لي مفيش نيتشرال بوينت، يبقى واير من الاثنين ما فيهوش كارنت، او التو واير ما فيهمش كارنت، الاثنين فيهم كارنت. لا يا ناصح، في كارنت موجود، في كارنت موجود، في كارنت موجود، بس مفيش نيتشرال بوينت، في كارنت موجود بس مفيش نيتشرال بوينت. امتى يبقى مفيش نيتشرال بوينت؟ تعالى نفهم، مفيش نيتشرال بوينت لو كانوا تو كارنت في الاوبس دايركت يبقى كان النيتشرال بوينت براهم. طب لو كانت تو كارنت في الاوبس دايركت وقد بعض في القيمه، قد بعض في القيمه يبقى النيتشرال بوينت في النص، ازاي تبقى النيتشرال بوينت براهم وفي النص بينهم؟ ازاي تبقى انت بتحضر محاضره فيزيك ومحاضره ماس في وقت واحد؟ ازاي تبقى انت موجود في محاضره الفيزيك وموجود في محاضره الماس في وقت واحد؟ مستحيل. لما يبقى التو كارنت في الاوبس دايركت يبقى النيتشرال بوينت براهم، لما يبقى التو كارنت قد بعض في القيمه يبقى النيتشرال بوينت وسط المسافه بينهم، ازاي تبقى في النص المسافه وازاي تبقى براهم؟ ازاي تبقى في نص المسافه وازاي تبقى براهم؟ مستحيل. يبقى ساعتها مفيش نيترال بوينت، يبقى الشرط المطلوب عشان يبقى عدم وجود، عدم وجود نيترال بوينت، ان التو كارنت تبقوا ايكوال في القيمه تبقى هي في وسط المسافه، وفي الاوبس دايركشن تبقى براهم، يبقى في وسط المسافه وبراهم مستحيل، في وسط المسافه وبراهم مستحيل، في وسط المسافه وبراهم يبقى مستحيل،
يبقى في نيوترال بوينت وسط المسافه، وبراهم يبقى ده ما ينفعش انك تبقى موجود في حصه الفيزيكس وفي حصه المياه في وقت واحد. وقت تقول لوالدك انا رايح حصه الفيزيكس، وتقول لمامتك انا رايح حصه المياه، الاثنين يقعدوا مع بعض وانت مشيت. هي تقول له ده في حصه المياه، تقول له ده في حصه الفيزيكس، تقول له الواد لو رحنا لا هنلاقيه لا في الفيزيكس ولا هنلاقيه في الماث، هنلاقيه في البلاي ستيشن، هنلاقيه في محل البلاي ستيشن، في محل البلاي ستيشن. اه يبقى نفس الكلام لو تو كان في الاوبجكت دايركت، يبقى النيتر بوينت براهم، وايكوال في القيمه يبقى وسط المسافه، براهم بره التواير، وفي وسط المسافه شرطين لا يجتمعوا، شرطين لا يجتمعوا مع بعض، يبقى ساعتها عدم وجود نيترال بوينت، عدم وجود نيترال بوينت، عدم وجود نيترال بوينت. هنقف هنا كده استراحه 10 دقائق ونرجع نخش في المسائل. هنقف استراحه كده 10 دقائق، روح بقى انت بتاعي يقف في البلكونه بص على الواتساب على فيز 10 دقائق وارجع لي تاني، 10 دقائق وارجع لي تاني. انا اختاري ال 10 دقايق خدتهم خلاص، ال 10 دقايق خدتهم خلاص، ونبدا في المسائل اللي عندنا. تو بارل واير الديستنس بينهم 0.3 متر، فيهم كرب 10 امبير و5 امبير، هات النيترال بوينت مرتين لما بقى تو كرب في السيم دايركشن ولما بقى تو كرب في الاوبس دايركشن. بفكرك ان عندي النيترال بوينت اللي بتوتال بسيفن، وقانون النيترال بوينت اي 1 على دي 1 ايكوال اي 2 على دي 2، اي 1 على دي 1 ايكوال اي 2 على دي 2. يلا نبدا نرسم ونشتغل، نبدا نرسم ونشتغل. هنا اهو التو كارنت في السيم دايركشن، التو كارنت في السيم دايركشن، يبقى النيترال بوينت هنا النقطه اللي عندها البي توتال بصفر هنا على مسافه دي من الواير اللي بيحمل الكارنت الصغير، المسافه كلها 0.3 متر، دي كلها 0.3 متر. فلما تقدم المسافه دي دي يبقى دي 0.3 ماينس دي، المسافه كلها 0.3 متر. فلما تبقى الحته دي دي تبقى الحته اللي باقيه ديت من هنا لغايه هنا 0.3 ماينس دي. يقول لي حدد لي مكان موضع البوزيشن بتاع النيترال بوينت، يعني النقطه اللي عندها البيتوتال بشكل، النقطه اللي عندها البيتوتال بشكل على مسافه قد ايه من الواير اللي بيحمل كارنت 5 امبير؟ وقد ايه من الواير اللي بيحمل كارنت 10 امبير؟ المسافه بين الواير مدياني 0.3 متر. فلو المسافه بين الواير والنقطه دي دي، يبقى المسافه بين الواير والنقطه ديت 0.3 ماينس دي، 0.3 ماينس دي، يبقى هي دي النقطه اللي عندها البيتوتال بصفر. لما يقول لي هات البوزيشن بتاع النيتر بوينت، يعني هات الجيب كام؟ هات الديب كام؟ كام؟ هات الديب كام متر؟ هات الديب مسافتها قد ايه؟ هات الديب مسافتها قد ايه؟ هيبقى تو كام في السيم دايركشن، يبقى النيترال بوينت بتكون الصغير وقريبه من الواير اللي بيحمل الكارنت الصغير، قريبه من الواير اللي بيحمل الكارنت الصغير وبعيده عن الواير اللي بيحمل الكارنت الكبير. عن النيترال بوينت القانون، عند النيترال بوينت اي 1 على دي 1 ايكوال اي 2 على دي 2، نعوض الاي 1 ب 10، الاي 1 ب 10 والمسافه دي 1 0.3 ماينس دي 0.3 ماينس دي، الاي 2 ب 5 والمسافه دي 2 بدي. خلاص يبقى تاني عند النيترال بوينت كرنت على الديستنس بتاعته هيساوي الكرنت على الديستنس بتاعته، الكرنت على الديستنس بتاعته هيساوي الكرنت على الديستنس بتاعته،
10 على 0.3 ماينس دي 5 اوفر دي. عندي نيترال بوينت اي 1 على دي 1، اي 1 على دي 1 ايكوال اي 2 على دي 2 بقت ماس كروس مالتيبيكيشن. يبقى 10 دي هتساوي 5.3 يعني 1.5 ماينس 5 دي، ودي ماينس 5 دي الناحيه الثانيه بالبلس، يبقى 10 دي بلس 5 دي يبقى 15 دي ايكوال 1.5. عايز دي لوحدها يبقى ارمي 15 تحت، 1.5 على 15 يطلع 0.1 متر. يبقى النيترال بوينت على بعد 0.1 متر من هنا، المسافه من الوالد ده من الكرنت الاصغر 0.1 متر. لو انت ناصح يبقى الناحيه الثانيه 0.3 ماينس 0.1 يبقى 0.2. يبقى ممكن نعرفها له كده نقطه النيترال بوينت موجوده بتوين التواير على بعد ديستنس 0.1 متر من الوالد اللي بيحمل كرنت 5 امبير، وعلى بعد 0.2 ماينس 0.1 يعني 0.2 متر من الوالد اللي بيحمل كرنت 10 امبير، من الوالد اللي بيحمل كرنت 10 امبير. ده امتى؟ لما كانت تو كارنت في السيم دايركت. اما كانت تو كارنت في السيم دايركت لما لقيت البوينت بتوين التواير في منطقه الطرف، في منطقه الطرف. دول عيدها تاني. لما يبقى تو كارنت في الاوبس دايركت. عيدها تاني. لما يبقى تو كارنت في الاوبس دايركت. عيدها تاني. لما يبقى تو كارنت في الاوبس دايركت. في الاوبس دايركشن يبقى لقيت البوينت براهم. براهم. في منطقه الطرف. وموجوده في الناحيه القريبه من الوالد اللي بيحمل الكرنت الاصغر ده 5 امبير ولا 2 امبير، يبقى النيتر بوينت براهم في الناحيه اللي فيها الوالد اللي بيحمل الكرنت 5 امبير، يبقى قريبه قريبه من الوالد اللي بيحمل الكرنت 5 امبير. ما تنفعش تبقى هنا ابدا، ما تنفعش تبقى هنا ابدا، لازم تبقى في الجنب القريب اللي بيحمل الكرنت الصغير. المسافه دي دي المسافه دي دي يبقى المسافه من الواير ده والنقطه دي 0.3 بلس دي، ما المسافه بتكون الواير جيفن 0.3 الحته دي دي، يبقى المسافه من الواير والنقطه بين الواير اي 1 والنقطه دي هيبقى 0.3 بلس دي 0.3 بلس دي. يلا نطبق قانون نيترال بوينت. قانون نيترال بوينت كرنت على ديستنس او كرنت على ديستنس، كرنت على ديستنس او كرنت على ديستنس. يبقى 10 على 0.3 بلس دي 10 على 0.3 بلس دي يساوي الكرنت على ديستنس 5 على دي 10 على المسافه 0.3 بلس دي 10 على 0.3 بلس دي يساوي الكرنت على ديستنس 5 على دي يساوي 5 على دي. كروس مالتيبيكيشن بقت 10 دي اهي 5.3 1.5 بلس 5 دي، ودي 5 دي هناك بالماينس يبقى 10 دي ماينس 5 دي بقى 5 دي يساوي 1.5. يبقى دي لازم تحت الديفايد 1.5 اوفر 5 يبقى 0.3 متر. يبقى النيتشرال بوينت موجوده هنا اوتسايد التواير وقريبه من الواير اللي بيحمل الكونتنس الواير على بعد 0.3 متر منه 0.3 متر منه، يبقى دي 0.3. تبقى دي كلها كام؟ 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 0.3 بلس 0.3 يبقى 0.6. يبقى النيتشر بوينت على بعد 0.3 متر في المنطقه القريبه في الوالد اللي بيحمل كرنت 5 امبير وعلى بعد 0.6 اللي هي 0.3 بلس 0.3 0.3 بلس 0.3 0.6 من الوالد اللي بيحمل كرنت 10 امبير وهي اوتسايد سكواير وقريبه من الوالد اللي بيحمل الكرنت سكواير قريبه في المنطقه القريبه من الواير اللي بيحمل الكرنت الصغير. شوف الجمال ده مسائل حلوه قوي. قريبه من الواير اللي بيحمل الكرنت الصغير. مساله جت في امتحان من كام سنه كده برضو. قال لي عندنا هنا اثنين واير درجه. ده ماشي فيه كرنت 1 امبير وده ماشي فيه كرنت 3 امبير. التو كرنت في السيم دايركشن. يقول لي انهي نقطه من الخمس نقط دول تصلح ان تكون نيترال بوينت؟ انهي نقطه تصلح ان تكون نيترال بوينت؟ انهي نقطه تصلح أن تكون نيترال بوينت؟ التو كارنت في السيم دايركشن. التو كارنت في السيم دايركشن من نيترال بوينت بتوين التواير. بتوين التواير يبقى هي يا إما إيه؟ يا إما دي يا إما سي يا إما دي. التو كارنت في السيم دايركشن.
يبقى النيتشر بوينت جواهم، جواهم بتوين جيم، بتوين جيم، يبقى يا اما دي يا اما سي يا اما دي، لكن هي بتبقى قريبه من الواير اللي بيحمل الكرنت الصغير، قريبه من الواير اللي بيحمل الكرنت الصغير، ده الكرنت الصغير ده 1 امبير وده 3 امبير، يبقى قريبه من الواير اللي بيحمل الكرنت الصغير، يبقى ايه؟ يبقى هي نقطه دي، يبقى هي نقطه دي، التو كارت في السيم دايركشن، يبقى النيتشر بوينت بتوين التواير، يبقى يا اما دي يا اما سي يا اما دي، بس هي بتبقى قريبه من الواير اللي بيحمل الكرنت الصغير ده 1 امبير وده 3 امبير، ده 1 امبير وده 3 امبير، هي بتبقى قريبه من الواير اللي بيحمل الكرنت 1 امبير، يبقى هي نقطه دي، يبقى هي نقطه دي، يبقى النيتشر بوينت هنا هي نقطه دي، النيتشر بوينت هنا هي نقطه دي. نكمل، كل دي مسائل امتحانات. اداني رسمه مشهوره جدا، مشهوره قوي، قال لي ده اثنين واير بيربنديكولار، ده ماشي في كرنت اي وده ماشي في كرنت تو اي، قال لي في نقطه اسمها ايه ونقطه اسمها واي ونقطه اسمها دي، واداني المسافات، ان المسافه دي قد المسافه دي قد المسافه دي قد المسافه دي قد المسافه دي كلها، قد المسافه دي قد المسافه دي قد المسافه دي، المسافات كلها قد بعضها، يقول لي انهي نقطه اكس ولا واي ولا زد تصلح ان تكون نيوترال بوينت، انهي نقطه تصلح ان تكون نيوترال بوينت اكس ولا واي، واي دي في الوسط كده ولا زد في الوسط برضه، واي هنا في الوسط وزد هنا في الوسط الخاص واكس هنا على الكورنر، انهي نقطه تصلح ان تكون نيوترال بوينت، علما بين الكارت هنا تو اي وين اي، يعني ده الواير اللي بيحمل الكارت الصغير وده الواير اللي بيحمل الكارت الكبير، نقطه اكس المسافتين متساويين، يبقى تنفع، احنا لازم الديتال بوينت بقى قريبه من الواير اللي بيحمل الكرنت الصغير، 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 اكس ما تنفعش، يعني مسافه متساويه من التو واير، ابص على كده نقطه واي، الاقي نقطه واي قريبه من الواير اللي بيحمل الكرنت الكبير، نقطه واي قريبه من الواير اللي بيحمل الكارنت الكبير وبعيده عن الواير اللي بيحمل الكارنت الصغير، نقطه واي قريبه من الواير اللي بيحمل الكارنت الكبير، الكارنت الكبير وبعيده عن الواير اللي بيحمل الكارنت الصغير، نقطه واي قريبه من الواير اللي بيحمل الكارنت الكبير وبعيده عن الواير اللي بيحمل الكارنت الصغير، يبقى واي ما تنفعش، ابص على زد الاقي نقطه زد قريبه من الواير اللي بيحمل الكارنت الصغير، نقطة زد قريبة من الواير اللي بيحمل الكارنت الصغير، نقطة زد قريبة من الواير اللي بيحمل الكارنت الصغير، يبقى نقطة زد هي النيتشر بوينت، يبقى نقطة زد هي النيتشر بوينت، النيتشر بوينت قريبة من الواير اللي بيحمل الكارنت الصغير، اللي بيحمل الكارنت الصغير، يبقى زد هي النيتشر بوينت، يبقى زد هي النيتشر بوينت، هي النيتشر بوينت، النقطة اللي عندها دي توتال بصفر. بنكمل مسألة، مسألة كل دي حاجات امتحانات. قال لي عندنا اثنين واير، وفتح مخك قوي، فتح مخك قوي في المسألة دي. قال لي ده نقطة ام وده نقطة ام، ده واير اسمه ام وده واير اسمه ام، هنا ماشي كرنت اي، هنا ماشي كرنت تو اي، هنا تو اي وهنا اي، واكس دي نقطه في الوسط، اكس دي نقطه في الوسط بالظبط، اكس نقطه في الوسط، عشان المسافه ديت قد المسافه ديت، المسافه ديت قد المسافه ديت، ما دام التو كان في السيم دايركشن، ما دام التو كان في السيم دايركشن، يبقى التوتال الديفرنس الفرق بي 1 ماينس بي 2، وهنا بي 1 ماينس بي 2 مش بصفر، عشان هنا الكرنت 2 اي وهنا الكرنت اي والنقطه في الوسط، والنقطه في الوسط بالظبط، النقطه هنا في الوسط بالظبط، يبقى هنا بتوتال مش بصفر. فبقول لي انا عايزها بصفر. انا عايز بتوتال بصفر. انا عايز بتوتال بصفر. عايز بتوتال بصفر. يبقى الواير ايه؟ احركه مسافه قد ايه؟ ويمين ولا شمال؟ عشان يبقى البتوتال بصفر، عشان يبقى البتوتال بصفر. هي على الوضع ده المسافه دي دي ودي دي قدها في الوسط بالظبط. والتو كارت مش قد بعض. يبقى البي توتال هنا بي 1 ماينس بي 2 مش بصفر، مش بصفر، مش بصفر،
انا عايز تبقى بتكتب، يبقى الواير ابن قول اتحركوا يمين ولا شمال ومسافه قد ايه؟ عشان يبقى البي توتال هنا اهو، يبقى البي توتال عند ايه اكتب كده، يبقى البي توتال عند ايه اكتب كده؟ طب لا عند نيوترال بوينت، يبقى كرنت على جيتا تساوي كرنت على جيتا. الواير ابن هو اللي هيتحرك، ايه اللي ثابت؟ ايه اللي هنا كرنت على جيتا؟ اي على دي، هنا اي على دي، يبقى لازم هنا الريشيو برضه تبقى اي على دي، لازم هنا تبقى ريشيو اي على دي، بس هنا كرنت اي، يبقى لازم الجي دي تبقى 2 دي، اس يبقى اي على دي ايكوال 2 اي على 2 دي، التوت تروح مع 2 يبقى اي على دي، يبقى لازم الواير ايه؟ هحركه على الشمال، مسافه دي تبقى البعد الجديد بين النقطه اكس بقى دي بلس دي بقى 2 دي، يبقى هنا اي على دي هيساوي 2 اي على 2 دي، التو هتروح مع التو يبقى اي على دي برضه. يبقى الواير ام احركه ناحيه الليفت، مسافه دي فيصبح التوتال ديستنس بينه وبين نقطه اكس 2 دي، يبقى اي على دي هنا هتساوي 2 اي على 2 دي، يبقى تحقق شرط النيوترال بوينت. يبقى الحل ان الواير ام احركه ناحيه الليفت، مسافه دي كمان يبقى البعد بينه وبين اكس دي بلس دي بقى 2 دي، يبقى المسافه الجديده دي بقت 2 دي، هنا اي على دي هتساوي 2 اي على 2 دي، يبقى دي تساوي تبقى فعلا دي كده بتساوي. يبقى العلاج الواير ام احركه اوي اكس، اوي اكس لمسافه دي، فيبقى الدول ده ما بين الواير ام والاكس 2 دي، فيبقى اي على دي ايكوال 2 اي على 2 دي، اهي بقت الوضع الجديد اهو، اي على دي هي 2 اي على 2 دي، اي على دي هي 2 اي على 2 دي، يبقى اتحققت الريسيو، يبقى البي توتال هنا بصفر، يبقى البي توتال هنا اصبحت بصفر، كده بقت اي على دي هي 2 اي على 2 دي، هي 2 اي على 2 دي، يبقى عند نقطه اكس البي توتال بقت بصفر، البي توتال اصبحت بصفر، يبقى حضرت الواير ام اواي اكس مسافه دي، فتصبح التوتال ديستانس 2 دي، فيبقى اي على دي على اليمين بتساوي 2 اي على 2 دي على الشمال، يبقى نقطه اكس اصبحت متر البوينت. هناخد حاجه جديده واخيره، ويبقى خلص الموضوع بتاع الستريت واير خالص. ماذا لو كان، ماذا لو كان التواير بيرمنديكولار، 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 يبقى الموقف ايه؟ تعالى ناخدها من هنا الاول مثلا. كرنت اي 1 طالع لفوق، الكرنت اي 2 رايح ناحيه الشمال، يبقى الكرنت طالع لفوق يا اما بايدينا يا اما بالحبل، الكرنت طالع لفوق يبقى الثمب لفوق، طبعا من الناحيه دي هتبقى داخله ومن الناحيه دي هتبقى خارجه، لما الكرنت يبقى طالع لفوق قلت لها تحفظ، يبقى الاكسات على اليمين والنقطه على الشمال، والنقطه على الشمال يا اما بالحفظ يا اما بالروس بايدها، وانا ما بحبش الايد، يبقى لما الكرم طالع لفوق يبقى على الناحيه دي اكسات وعلى الناحيه دي نقطه او بايدك، الكرم لفوق يبقى الصنب لفوق، هتلاقي صبعك من الناحيه دي داخله على الشاشه ومن الناحيه دي صبعك خارجه، داخله يبقى هنا فلوكس بالمذاكرة انتر البيت، خارجه يبقى هنا فلوكس اوت البيت، يبقى الاحمر ده اتجاه الفلوكس بتاع الكرنت اي 1 اليمين والشمال، تعالى هنا الواير ده ماشي ناحيه الشمال، ماشي ناحيه الشمال، قلت لك لما الواير ناحيه الشمال يبقى تحت نقط وفوق اكسات او بايدك، خلي الصم بتاع ايدك اليمين رايح ناحيه الشمال، الصم بتاع ايدك اليمين رايح ناحيه الشمال، هتلاقي صبعك هنا داخله وصابعك من الناحيه دي خارجه، هنا داخله يبقى بنذكر انتر البيت اكسات، هنا خارجه يبقى نقط مدوره، نقط مدوره، هبص للجنب ده الفلوكسين اكسات يبقوا مع بعض، يبقى البي توتال هنا بي 1 بلس بي 2، هبص على الجنب ده
الاقي ده نقط وده هيك. الفلوكسين هنا عكس بعض. يبقى البي توتال هنا بي 1 ماينس بي 2، بي 1 ماينس بي 2، بي 1 ماينس بي 2. هنا الفلوكسين عكس بعض. ده نقطة وده اكس عكس بعض، يبقى هنا بطلع. بي 1 ماينس بي 2. الفلوكسين مع بعض. يبقى هنا البي توتال بي 1 بلس بي 2، بي 1 بلس بي 2. تعالى نعيد تاني. على هنا. الكرنت طالع لفوق. يبقى بالرول. كرنت لفوق يبقى اليمين اكسات. وعلى الشمال نقطة مدورة، على الشمال كده نقطة مدورة. أو بإيدك، بصباعك، بالصم. طب الصم لفوق. ألاقي صبعك داخلة من الناحية دي. وخارجة من الناحية دي. يبقى هنا إكسات. وهنا نقطة مدورة. الكارنت رايح على اليمين. الأيتو رايح على اليمين. الأيتو رايح على اليمين. بالحفظ يبقى تحت في إكسات. وفوق في نقطة مدورة. أو بإيدك اليمين. طب الصم ناحية اليمين. هتلاقي صوابعك من هنا داخلة. ومن هنا خارجة. يبقى هنا إكسات. وهنا نقطة مدورة. أبص كده هلاقي هنا في إكس. وهنا نقطة. إكس ونقطة. يبقى هنا الفلوكسين عكس بعض. يبقى هنا البي توتال بي 1 ماينس بي 2. نقطة ونقطة. يبقى الفلوكسين مع بعض. يبقى هنا بي 1 بلس بي 2 اكس واكس يبقى الفراكشن مع بعض. يبقى هنا بي توتال بي 1 بلس بي 2 نقطه واكس نقطه واكس يبقى هنا بي 1 ماينس بي 2 بي 1 ماينس بي 2. ناخدها على هنا تاني. هنا الفراكشن مع بعض يبقى بي 1 بلس بي 2 اتجاهه البي توتال اتجاهه بيربنديكولار انتر بيت بيربنديكولار انتر بيت. هنا الفلوكسين مع بعض يبقى البي توتال بي 1 بلس بي 2 بس هنا الفلوكس توتال خارج يبقى البي توتال هنا اوت البيت بيربنديكولار اوت البيت. طب هنا دول عكس بعض البي توتال داخل ولا خارج مع ده ولا مع ده مع الكبير انهي الاكبر ويمشي الفلوكس معاه. هنا مصلحين من بعض يبقى البي توتال مع الكبير. اما هنا دول مع بعض والاثنين بيربنديكولار انتو البيت يبقى البي توتال اتجاهه بيربنديكولار انتو البيت. هنا مع بعض يبقى البي توتال بي 1 بلس بي 2 واتجاهه بيربنديكولار اوت البيت اوت البيت. اما هنا الله اعلم داخل ولا خارج الكبير يمشي مع الكبير وهنا يمشي مع الكبير. تعالى نعمل حاجه كده جت ونشوف من كام سنه جت الرسمه دي في الامتحان. شوف بقى هو عوجها لك شويه لا عوجها لك شويه. قال لك يلا عند انهي نقطة؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ عند انهي نقطة؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ يبقى البي توتال ماكس ودايركتد بيربنديكولار أوت البيت. ماكس يبقى لازم بي 1 بلس بي 2 وبيربنديكولار أوت البيت بيربنديكولار أوت البيت بيربنديكولار أوت البيت. أروح جاي راسم التخطيط بتاعي، أروح جاي راسم المخطط بتاعي، هرسم المخطط بتاعي. الكارت ماشي كده يبقى يا اما بايدك يا اما بالحفظ. اما لو كان ماشي كده يبقى الاكسات الناحيه دي والنقط على الناحيه دي. او بايدك كان السهم ماشي مع السهم ده هتلاقي صابعك من ناحيه داخله ومن ناحيه دي خارجه. كان السهم بتاع ايدك اليمين ماشي في الاتجاه ده هتلاقي صابعك من ناحيه داخله ومن هنا خارجه. يبقى هنا اكسات وهنا نقطه مدوره. الواي الاحمر ماشي في الاتجاه ده لو بالحفظ هيبقى تحت نقط مدوره وفوق اكتاف. او بايدك اليمين هتخلي الصنب مع الصباع ده الصنب مع الكره الاتجاه ده اسف الصنب مع الاتجاه ده هتلاقي صوابعك من هنا داخله ومن هنا خارجه. خلي الصنب مع الاتجاه ده هتلاقي صوابعك من هنا داخله ومن هنا خارجه. هبص كده هلاقي هنا دول التو بلس مع بعض يبقى هنا دي بلس دي بلس هنا عكس بعض يبقى ماينس مع بعض يبقوا بلس عكس بعض يبقوا ماينس. هو عايز الماكس يبقى الماكس يا اما هنا عشان في بلس يا اما هنا عشان في بلس. بس هو عايزه ماكسيمم ودايركتد اوت البيت ده بيربنديكولار انتو ذا بيت وده بيربنديكولار اوت البيت.
يبقى هي النقطة نمبر 1، يبقى هي النقطة نمبر 1. وعايزه ماكس. ماكس يعني بي 1 بلس بي 2. طب ما هنا برضه بي 1 بلس بي 2، بس هنا بي 1 بلس بي 2 وتلاقيهم اكسات. يعني ان كل دي. لكن هي نقطة مدورة. يعني اوت البيت. هو عايزه ماكس واوت البيت يبقى نقطة 1. ماكس واوت البيت يبقى نقطة 1. لما تيجي تعمل اكس والنقطة يا اما تعملها بالحفظ زي ما خدناها الحته اللي فاتت في الريفيجن دلوقتي، او بالرول اخلي اصبعي الصنب بتاعي اليمين في الاتجاه، هتلاقي باقي صوابعك داخلين من الناحيه دي على الشاشه وخارجين من الناحيه الثانيه، يبقى هنا اكسات وهنا نقطه مدوره. هتخلي الصنب ماشي مع الاتجاه، هتلاقي صوابعك من الناحيه دي داخل على الشاشه ومن الناحيه دي خارجه، يبقى هنا اكسات وهنا دايره مقطعه. اكس واكس يبقى في اتجاه واحد يبقى بلس، وتجاوب بنديك الانفو البيت هنا نقطه ونقطه يبقى بلس يبقى ماكس، واتجاه اوت البيت هنا اكس ونقطه يبقى ماينس دي 1 ماينس دي 2، اكس ونقطه يبقى دي 1 ماينس دي 2. طب الاتجاه مع ربط على حسب مين الاكبر، لو بي 1 هو الاكبر يمشي مع بي 1 ويبقى انتو البيت، لو بي 2 هو الاكبر يبقى يمشي مع بي 2 ويبقى اوت البيت على حسب بي 1 بكام وبي 2 بكام. مسألة مسألة قال لي عندنا واير اسمه ايه؟ ماشي في كارنت 5 امبير في الاتجاه، في واير اسمه بي ماشي في كارنت 8 امبير في الاتجاه، واير اسمه ايه؟ ماشي في كارنت 5 امبير في الدايركشن ده، واير اسمه بي ماشي في كارنت 8 امبير في الاتجاه ده. في نقطة اسمها اكس على بعد 3 سنتيمتر من واير اي و4 سنتيمتر من واير بي، عايز نحسب له البيتوتال عندها، عايز نحسب له البيتوتال عندها، احسب له البيتوتال عندها. اشوف كده هو في المنطقة دي في الكوارتر ده في الربع ده البي بتاع الواير اي هيبقى اكسات على اليمين، البي بتاع الواير بي هيبقى نقط فوق هنا، يبقى هنا في اكسات وهنا في نقط. او يا حبيبي اعملها بايديك، خلي الصمب مع الكرة هنا صمب لفوق، هتلاقي صبعك من هنا داخله يبقى هنا اكسات، خلي الصمب بتاع ايدك اليمين في الاتجاه ده هتلاقي هنا داخله وهنا خارجه، انا بتكلم في المنطقه دي هنا خارجه، يبقى هنا في نقط، يبقى هنا في نقط، يبقى هنا في اكسات وهنا في نقط، يبقى البي توتال هنا عكس بعض بي 1 ماينس بي 2 او بي اي ماينس بي بي، ما صفحوهم من بعض وانا ما اعرفش مين الكبير، يبقى تحط جوه ابسوليوت، تحط جوه ابسوليوت، يبقى ننزل تحت ونبدا نكمل اهو هنا طالع لفوق، يبقى لو هتعملها بايدك يبقى الصنب لفوق هتلاقي صبعك داخله من ناحيتك، تاخد من هنا يبقى هنا في اكسات، لو هتخلي صباعك بتاع الواير بي في الاتجاه ده هتلاقي صباعك داخله من هنا وخارجه من هنا، يبقى هنا في نقطه مدوره، يبقى هنا التو فلاش دي عكس بعض، يبقى دي توتال ماينس من بعض ماينس من بعض. لو ما اعرفش مين الكبير ومين الصغير يبقى احط هنا جوه ابسوليوت، جوه ابسوليوت عشان لازم اخرج وسط البي بتاع الواير ايه عندي نقطه اكس والمسافه هنا 3 سم، يبقى 2 تايمز 10 بوريج 7 2 تايمز 10 من 7 الكرنت هنا 5 الكرنت ب 5 والمسافه 3 سم يبقى 3 تايمز 10 من 7 ماينس الفلاش بتاع الواير بي 2 في 10 بوينت 7 الكرنت هنا ب 8 الكرنت ب 8 والمسافه دي 4 سم اشتغلت بالسم يبقى 4 في 10 بوينت 2 يطلع 6.7 في 10 بوينت 6 كده، يبقى كده جبنا الفلاش عند نقطه 6. خلي صباعك الصمت مع اتجاه الكرة بعيدنا اليمين هتلاقي صابعنا من الناحية دي داخلة، خلي الصمت مع الكرة هتلاقي صابعنا من الناحية دي خارجة، يبقى هنا اكس وهنا نقطة، يبقى التو فلاش دي هنا عكس بعض يبقى ماينس الكبير ناقص الصغير، طبعا ما اعرفش مين الكبير ولا الصغير يبقى احطهم جوه اكس. طب ماذا لو قال لي، ماذا لو قال لي
البي توتال في انهي اتجاه؟ البي توتال في انهي اتجاه؟ البي توتال في انهي اتجاه؟ البي توتال هيبقى مع الاكبر. يبقى هحسب بي ال لوحده واحسب البي دي لوحده واقول له بعد كده اللي هيبقى في الاتجاه الاكبر. لو بي ايه هو الاكبر يبقى اقول له بيربنديكولار انتر بيج. لو البي بي طلع هو الاكبر يبقى اقول له بيربنديكولار اوت البيج. يبقى لو قال لي البي توتال في انهي اتجاه؟ في انهي اتجاه؟ يبقى احسب بي ايه لوحده واحسب البي دي لوحده. لو طلع بي ايه هو الاكبر يبقى الفلاكس النهايه يبقى مع الايه. يعني ايه كاد؟ يعني بيربنديكولار ايه في البيت. لو طلع بي بي هو الاكبر يبقى الفلاكس التوتال مع البي بتاع البي يبقى اقول له اوت البيت. يبقى اوت البيت هنا ما طلبش هذا الكلام، طلب البي توتال وبس قيمه حسبناه. لكن اللي انا قلته ده لو طلبه كدايركت احسب بي ايه لوحده واحسب البي لوحده والفلاكس التوتال ياخد الاكبر. لو الفلاكس بتاعي هو الاكبر يبقى بنديك الانتر ديت. لو الفلاكس بتاعي هو الاكبر يبقى بنديك الاوت الديت. كان بيطلب طلب تاني، كان بيطلب تاني طلب تاني يقول لي احسب البي توتال عند نقطه واي. احسب البي توتال عند نقطه واي عشان نقطه واي دي على بعد 2 سم من الاوريجن، 2 سم من الاوريجن. هو هنا عندي كام فلاكس هنا؟ هنا كان عندي فلاكس واحد بس. ما الفلاكس بتاع ال 5 امبير، الفلاكس بتاع ال 5 امبير على الواير نفسه بصفر. الفلاكس بتاع ال 5 امبير على الواير نفسه بصفر. الفلاكس بتاع ال 5 امبير على الواير نفسه بصفر. يبقى عندي فلاكس واحد بس بتاع 8 امبير. يبقى خلاص ادي نقطه على بعد 2 سم من الواير اللي بيحمل كرنت 8 امبير يحسب البي بتاعته عندها. البي بتاع الواير اللي فيه كرنت 5 امبير بصفر. عشان النقطة واقعة على النحاس نفسه، على النحاس نفسه. يبقى هو فلاكس واحد بس بيأثر عندها. بتاع الواير ال 8 امبير. بيحسب البي عند نقطة واير. واي هي البي بتاع الواير دي بس. يبقى 2 في تيرمينال 7. الاي بي 8 والمسافة 2 سم في تيرمينال 2 يطلع ايه في تيرمينال 5 6. واحد يقول لي يا مستر نملك على الناس فلاكس الواير ايه كمان؟ ما هو فلاكس الواير ايه يا ابني؟ 5 امبير دول دي النقطة واقعة على الواير نفسه، على النحاس نفسه. يبقى البي عند النحاس نفسه بكده. قلنا لو كانت تو كارنت بيربنديكولار، لو كانت تو واير بيربنديكولار، تو كارنت بيربنديكولار. طب لو كانت تو فلاكس بيربنديكولار، التو فلاكس بيربنديكولار، التو فلاكس بيربنديكولار. خد بالك التو فلاكس بيربنديكولار. عايز اجيب البي توتال هنا، قانون بنحفظه. البي توتال هنا لو كانت تو فلاكس بيربنديكولار يبقى رول دي 1 سكوير بلس دي 2 سكوير. فرق ما بين التو كارنت بيربنديكولار والتو فلاكس بيربنديكولار. التو فلاكس بيربنديكولار، التو فلاكس بيربنديكولار. يبقى البي توتال دي 1 سكوير بلس دي 2 سكوير. فرق ما بين، معلش اصبر شويه، فرق ما بين، فرق ما بين، فرق ما بين التو كارنت بيربنديكولار، التو كارنت بيربنديكولار. بنعملها الطبيعة لو نحدد الفراكشين مع بعض، بعمل بلس عكس بعض بعمل ماينس. ده تو كارنت بيربنديكولار. ده يختلف عن اني اقول التو فلوكس بيربنديكولار. التو فلوكس بيربنديكولار، التو فلوكس بيربنديكولار. يبقى البي توتال روت بي 1 سكوير بلس بي 2 سكوير. قانون روت بي 1 سكوير بلس بي 2 سكوير زي القانون بتاع في الاستاتكس ثانيه ثانوي في الاستاتكس لما كان بيبقى دي فورس اف 1 ودي فورس اف 2 بيربنديكولار. فورس اف 1 وفورس اف 2 بيربنديكولار. كنت تقول الفورس ريزلت روت اف 1 سكوير بلس اف 2 سكوير. نفس الكلام بالنسبه للفراكشنز. فرق ما بين التو كارنت بيربنديكولار ده اللي فوق وبين التو فلاكس بيربنديكولار. لما يبقى التو فلاكس بيربنديكولار يبقى البي توتال روت بي 1 سكوير بلس بي 2 سكوير. المساله اللي قبل الاخيره يبقى خلص الدرس. مساله بيقول لي في عندنا واير محطوط بيربنديكولار على السطح والكرنت فيه اوت البيت.
بيربنديكولار اوت البيت، بيربنديكولار اوت البيت ده واير جواه نقطه. يعني اتجاه الكرنت داخل على صدرك، اتجاه الكرنت هنا داخل على صدرك، الواير ده محطوط في وسط فلوكس بتاع الارض، في وسط فلوكس الارض، في وسط فلوكس بتاع الارض، في وسط فلوكس الارض. قال لي فلوكس الارض قيمته ايه؟ وفلوكس الواير قيمته ايه؟ هو ايه كده؟ الفلوكس دينت بتاعت الارض ايه؟ وفلوكس الواير قيمته ايه؟ قال لي هات التوتال عند نقطه 1 وعند نقطه 2 وعند 3 وعند 4، ادي التوتال. عندي هنا فلوكسين، فلوكس الارض ثابت ده اتجاهه وقيمته ايه؟ الواير الكرنت فيه بيربنديكولار اوت البيت داخل على صدرك وقيمته ايه؟ قيمته ايه؟ بقينا نحدد اتجاهه، بقينا نحدد اتجاهه. لما يبقى الكرنت جاي عليه، لما يبقى الكرنت جاي عليه، خلي الصم بتساعدك ان مين داخل على صدرك؟ خلي الصم داخل على صدرك، يبقى الروتيشن كده عكس الساعه، هيبقى الروتيشن كده عكس الساعه، هيبقى الروتيشن كده عكس الساعه، هيبقى الروتيشن كده عكس الساعه. كمان بره فلوكس الارض ثابت لفوق على طول وقيمته اتش، فلوكس ناتج عن الواير، بس انت ناتج عن الواير قيمته اتش برضه، قيمته اتش برضه، بس جوه ما نعرفش. وقال لي الواير بيربنديكولار اوت البيت، الكرنت بيربنديكولار اوت البيت، يبقى الكرنت جاي على صدرك، خلي الصمت على صدرك، هتلاقي صوابعك بتدور مع الساعه، صوابعك كده بتدور مع الساعه، يبقى ده اتجاه الفلوكس، ده كده اتجاه الفلوكس. عايزين نجيب البيتوتال عند نقطه 1 وعند نقطه 2 وعند 3 وعند 4. خد بالك، خد بالك في اي لحظه اتجاه الفلوكس على السيركل كاي حاجه على السيركل بيبقى التانجنت، اتجاه اي حاجه على سيركل بيبقى التانجنت. يعني عند النقطه دي اتجاه الفلوكس هو التانجنت مش السيركل اهو، والفلوكس في الاتجاه ده يبقى لفوق. عند النقطه دي اتجاه الفلوكس بيبقى التانجنت، التانجنت للسيركل يعني في الحته دي، والسهم ماشي مع الفلوكس، يعني السهم كان كده يبقى الفلوكس كده. عند النقطه دي اتجاه الفلوكس التانجنت، والفلوكس بيدور كده يبقى في الاتجاه بتاعه هنا، اتجاه الفلوكس هو التانجنت، وحيث ان الفلوكس كده عكس الساعه يبقى في الاتجاه ده. اما يكون حاجه تتحرك على السيركل، حاجه تتحرك على السيركل، يبقى الدايركشن عند اي نقطه هو التانجنت. يعني لو قبل الفلوكس هنا يبقى ارسم تانجنت، ارسم تانجنت، الفلوكس هنا ارسم تانجنت، يبقى اتجاه هو الاتجاه. الفلوكس هنا عند نقطه 4 هو التانجنت، واتجاهه هو عكس الساعه اهو. الفلوكس هنا هو التانجنت، واتجاهه مع السهم اهو، مع السهم اهو. السهم كده جاي كده عكس الساعه. الفلوكس هنا هو التانجنت، واتجاهه كده مع ده اهو 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 ده اللي تحت. وهنا الفلوكس اتجاهه التاني، اي حاجه اتجاهها سيركل، اي حاجه اتجاهها سيركل يبقى الفلوكس بتاعها التانجنت للسيركل عند اي نقطه التانجنت، والسهم مع السهم. عايزنا نجيب له بتوصل عند نقطه 1، عند نقطه 1 فلوكس الواير اتجاهه ايه؟ فلوكس الارض اتجاهه ايه؟ الفلوكسين هنا بيربنديكولار، ما دام فلكس الارض وفلكس الواير بيربنديكولار يبقى البي توتال عند نقطه 1 الروت بي واير سكوير بلس بي اتش سكوير، البي واير اتش بي اتش سكوير، البي اتش اتش بي اتش سكوير، يبقى روت 2 اتش سكوير. خرج اتش سكوير بره روت بي اتش، يبقى اتش روت 2، يبقى اتش روت 2، يبقى اتش روت 2. ده عند نقطه 1، عند نقطه 1 الفلكس بيمشي ناحيتين، الاتش والاتش دول بيربنديكولار، ما دام الفراكشن بيربنديكولار يبقى روت بي سكوير بلس بي سكوير، بي سكوير بلس بي سكوير. تعالى عند نقطة 2، عند نقطة 2 الفراكشن عكس بعض، ده طالع لفوق ده نزل لتحت، ده فوق ده نزل لتحت، يبقى عند نقطة 2 الفراكشن عكس بعض يبقى ماينس 2، ماينس 2 بي واير ماينس بي اتش، اتش ماينس اتش يبقى 0، 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 عكس بعض. عند نقطة 3 الفلوكس ده والفلوكس ده بيربنديكولار، الفلوكس ده والفلوكس ده بيربنديكولار، يبقى عند نقطة 3 بيربنديكولار، يبقى بي 3 روت، روت بواير سكوير بلس بي اتش سكوير، بواير سكوير بلس بي اتش سكوير، يبقى اتش سكوير بلس اتش سكوير يبقى روت 2 اتش سكوير.
تعرف اتش سكوير بدل روت يبقى اتش روت 2، يبقى اتش روت 4. عندي نقطة 4، عندي نقطة 4، عندي نقطة 4، التو فلاكس مع بعض، ده الفوق وده الفوق، ده الفوق وده الفوق مع بعض يبقى اتش بلس اتش يبقى 2 اتش. خد بالك الفلاكس ده اتجاهه، بس هو مش خط واحد، ده الخط ده بيتكرر هنا كوبي وبيست كوبي وبيست كوبي وبيست. فلاكس بتاع الارض على طول كتير، في خطوط كتير جدا طالعه لفوق، خطوط كتير جدا طالعه لفوق. خط هنا كوبي وبيست كوبي وبيست، يعني هنا فلاكس الارض طالع لفوق وفلاكس الارض طالع لفوق، يبقى اتش واتش يبقى 2 اتش، اتش واتش يبقى 2 اتش، يبقى 2 اتش. اخر مساله خلاص طب جراف، على ده جراف ما بين البي والانفيرس بتاع الديستانس، البي والانفيرس بتاع الديستانس، البي والانفيرس بتاع الديستانس، الانفيرس بتاع الديستانس. تعالى كده نصغر بس شويه عشان ايه تبقى باينه شويه. اخر مساله دي خلاص، البي 10.5، شوف 10.5، 10.5، 12.5، 5 في 10.5، يبقى كأن البي 1 2 3 4 5. انا يا اما تمشيها 1 2 3 5 او انا مشيت امتار. الاثنين صح. 0.51 1.52 2.53 3.54 4.55، وكل واحده من دي مضروبه في كومن فاكتور 10 باور نيجاتيف 5، 10 باور نيجاتيف 5 اهم حاجه. يبقى الارقام اللي فوق يا اما تقولها 0 1 2 3 4 5 يا اما تقولها امتار 0.5 1.1 1.52 2.53 3.54 4.55. المهم كل واحده من دي مضروبه في كومن فاكتور 10 باور نيجاتيف 5. الانفيرس بتاع الديستنس 1 على دي، 1 على دي 5 10 15 20 25، يا اما تمشيها على طول خمسات، انا مشيته 2.5 الاثنين صح، تمشي 5 10 15 20 25 صح، او انا مشيت 2.5 5 المسافه بتكون متساويه 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 وهكذا. يبقى انا مشيته كل 2.5 كل 2.5. اول طلب يقول لي احسب الفلاش دي، لما تبقى 1 على دي 22.5 سنتيمتر، اما تبقى 1 على دي 22.5 هروح هنا على 21 على دي 22.5، هروح هنا لما تبقى 1 على دي 22.5 واطلع، اطلع كده الاقيها 4.5 في 10.5 واعتمد، الاقي دي 4.5 في 10.5 يقول لي هات الوان على دي لما تبقى الوان على دي 22.5، لما تبقى الوان على دي 22.5 هات البي ساعتها، اروح عندي وان على دي 22.5 اطلع وارجع الاقي نفسي رجعت عندي 4.5 في 10.5، 4.5 في 10 نيجاتيف 5، يبقى جبنا له البي خلاص، جبنا له البي خلاص، جبنا البي خلاص. عايزين نحسب له الكرنت اللي ماشي في الواير باستخدام السلوب، عايزين نحسب له الكرنت بس باستخدام السلوب، عايزين نحسب له الكرنت بس باستخدام السلوب، الكرنت باستخدام السلوب. احنا القانون بتاعنا البي ايكوال شوف تيرمون 7 اي على دي، هو السلوب هنا الواي على الاكس، السلوب هنا الواي على الاكس، يعني دي على 1 على دي، السلوب هنا هو دي على 1 على دي، السلوب هنا الواي على الاكس، دي على 1 على دي. هات ال1 على دي تحت ال دي، هات ال1 على دي الاي هنا اهو دي كده 2.7 اي على دي، معلش خلي الاي نزلها كده جنب الرقم ده وخلي دي 1 على دي، خليها 1 على دي، هات 1 على دي تحت ال دي، هات 1 على دي تحت ال دي، يبقى السلوب هنا 2.7 اي، يبقى السلوب 2.7 اي، هات ال1 على دي تحت ال دي هيبقى السلوب 2.7 اي، ده السلوب. السلوب يبقى رقمين من فوق على رقمين زيهم من تحت، رقمين من فوق على رقمين زيهم من تحت، رقمين من فوق على رقمين زيهم من تحت، وده كله هيساوي 2 باور نيجاتيف 7، هيساوي هتساوي بعد كده، هتساوي بعد كده 2 باور نيجاتيف 8. خلينا خطوه خطوه عشان ما نتلخبطش. الاسلوب رقمين من فوق على رقمين من تحت مع مراعاه التحويلات،
رقمين من فوق، رقمين من فوق من الجدول، هيبقى 2 في 10 بقى نيجاتيف 5 ماينس 10 بقى نيجاتيف 5، 2 في 10 بقى نيجاتيف 5 ماينس 10 بقى نيجاتيف 5 على رقمين تحتهم 10 ماينس 5. بس خد بالك 10 ماينس 5، 10 ماينس 5 دي مضروبه في سنتيمتر ماينس 1، مضروبه في سنتيمتر ماينس 1، لازم احول السنتيمتر ماينس 1، لازم احول السنتيمتر ماينس 1، لازم احول السنتيمتر ماينس 1، السنتي 10 بوني 2 وبعدين باور ماينس 1، السنتي 10 بوني 2 وبعدين باور ماينس 1. دلتا واي دلتا ايه؟ الدلتا واي ما فيهاش اي حاجه، الرقم الثاني نفس الرقم الاولاني على الرقمين اللي تحتهم 10 ماينس 5 بدي سنتيمتر ماينس 1، لازم السنتيمتر ماينس 1 تنزله سنتيمتر يبقى 10 باور نيجاتيف 2، وبعدين الكل باور نيجاتيف 1، الكل باور نيجاتيف 1 تتحسب، يطلع السلوب 2 في 10 باور نيجاتيف 8، السلوب من الرسم 2 في 10 باور نيجاتيف 8، اساوي السلوب ده بالسلوب ده 2 في 10 باور نيجاتيف 7 اي، 2 في 10 يبقى 2 في 10 باور نيجاتيف 7 اي هيساوي 2 في 10 باور نيجاتيف 8. هحسب الاي، هنزل ده تحت بالديفايد، يبقى الاي 0.1 امبير، 0.1 امبير السلوب من الرسم هيساوي السلوب بالفيزيكس، الماثيماتيكال سلوب والماثيماتيك او الفيزيكس سلوب، الفيزيكس سلوب 2 في 10 بوينت 7 اي، الماثيماتيكال سلوب 2 في 10 بوينت 8، هساوي التو سلوب ببعض، اللي هنا السلوب الفيزيكس والسلوب الماس، السلوب الفيزيكس والسلوب الماس، هشوف بعد واحسب الاي، واحسب الاي، واحسب الاي. اعتقد كده الحصه خلصت خلاص، الحمد لله، نتمنى انها تكون حصه حلوه كده على نفسك، وكده حضرتنا الستريت واير خالص، كده الستريت واير خالص خالص، الستريت واير خالص خالص. شكرا، ونشوفك على خير المره الجايه ان شاء الله. الف الف شكر، واسفين على الزعل.